اهلا بيكم، انا اسمي محمد طارق وده طارق توكس. النهارده بستضيف صديق عزيز ومنتور، يعني كان له فضل عليا في حياتي ومسيرتي، وفي رايي هو من المع العقول السينمائيه والانسانيه اللي قابلتها في حياتي. هو ناقد سينمائي ورئيس جمعيه نقاد السينما المصريين، واول عربي وافريقي يبقى نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقاد. غير كده هو اشتغل كمبرمج وكمدير فني لمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجانات عديدة، غير ان هو كمان بيلبس قبعة مشرف سيناريو ورئيس قسم التطوير في منصة فيو. سعيد اليوم اني بستضيف احمد شوقي في الاستوديو. اهلا بيك. ازيك يا طارق؟ حلو الكلام اللي في الاول ده، يا رب اكون انت شوقي. اتعودت ان ابتدي مع كل الناس، انه خصوصا الناس اللي جات من خلفيات غير سينمائيه، بالكلام عن نقطه الانتقال من انا عارف ان انت كنت خريج صيدله وانتقلت للنقد، وحابب ان انت تتكلم عن عمليه الانتقال دي حصلت ازاي. والله. يعني ما اعرفش احكيها بطريقه دراميه، يعني فيها احداث دراميه ضخمه، وقررت اتحدى القدر واتحدى ضغوط المجتمع، واظن كل حاجه حصلت بشكل اورجانيك جدا ومن غير مرتب. يمكن نظام التعليم في مصر بيجبرك انك في مرحله مبكره من عمرك تاخد قرارات مصيريه ليها علاقه بهتدرس ايه، مستقبلك هيبقى عامل ازاي، من غير ما تكون 100% ممتلك اجابات على الاسئله اللي عاده يجب ان تطرحها على نفسك في امور زي دي. يعني انا كان عمري 13 سنه لما قالوا لي اختار هتدخل علمي ولا ادبي، وده قرار مهم لانه هيحدد اتجاهك في الدراسي بعد كده وانت في اولى ثانوي ورايح تانية ثانوي. كانت ايامنا الثانويه العامه تانية وثالثه. اخترت علمي باعتبار ان انا كنت متفوق دراسيا، فيعني ده المسار اللي بيروحوا المتفوقين دراسيا. في الثانوية العامة جبت مجموع كبير، جبت 99.1%، ومع ملحوظة ان انا الابن الاكبر لابويا وامي والحفيد الاكبر في عيلة ابويا والحفيد الاكبر في عيلة امي، وده بيلزمك ببعض التصورات المجتمعية. تاني، انا مش ضحية تصورات مجتمعية، انا لو كنت قلت لهم انا واثق ان انا هكون كذا عايز ادرس كذا ما كانوش هيقولوا لي لا، يعني لم يجبروني على شيء، لكن انا ما كنتش 100% عندي هذه الثقة في ان انا اخد طريق انا حابه. وانا كنت عارف ان انا محبش اكون دكتور، محبش اكون طبيب، محبش اضيع عمري في الدراسه زي ما زملائي الاكبر سنا اللي التحقوا كليه الطب ما عملوا، وان انا بحب السينما، بحب الافلام، بحب اكتب، بحب اعبر عن نفسي. فالكلام المعتاد او الراي المعتاد، ادخل جامعه خد شهادتك، وبعد ما تخلص شهادتك اعمل اللي انت تحبه، اللي هي عاده في اغلب الاحوال بتنتهي بانك بتستك في اللي انت دخلته وخلاص. يعني اتخرجت من كلية صيدلة سنة 2006، أول مرتب جالي رحت قدمت أوراقي في كلية إعلام جامعة القاهرة تعليم مفتوح. ويعني الفترة دي ما بين دخول الصيدلة والتخرج منها هي فترة كنت بدأت بالفعل أعمل بلاج مدونة في وقت ما كانت مدونات هي الأمر الشائع يعني والمنتشر، اسمها سينيمانيا، وكانت محققة صدى لحد ما يعني وفقا لما كان يتيحه الانترنت سنة 2004 و2005. ومنها جالي اول عرض ان انا اكتب بشكل منتظم في مجلة كانت بتصدر وقتها اللي هي جود نيوز سينما، اللي هي اول مجلة انا اكتب فيها بشكل منتظم واول مجلة تديني فلوس على الكتابة. ودي كانت لحظة مهمة، يعني يمكن دي اللحظة الدرامية في حياتي، ان انا لما قالوا لي روح استلم مستحقاتك، كنت يعني كنت بسمع ان الصحفيين بياخدوا 100 جنيه و150 جنيه، وانا كنت بشتغل في شركة ادوية وعندي دخل كبير، فكنت بكسل الحقيقة ان اروح، يعني انا بمارس هوايتي بشبع هوايتي، لغاية ما كلموني في اخر السنة قالوا لي عندك مستحقات متراكمة طول السنة ولو ما رحتش استلمتها هتبقى في مشكلة. فاضطريت اروح، فاكتشفت انه مبلغ محترم، اكتشفت ان جود نيوز كانت عموما بتدفع فلوس اكتر من السوق، وكانت لحظه تنوير، يعني ان هو انا قبضت فلوس اكتر من ادويه، بس اول مره ابقى سعيد بمبلغ تقاضيته بالشكل ده. ويعني بدا يبقى عندي صوره ما ان انا ينفع يكون ده مصدر للرزق. ففي شهر مايو 2009 في بعد الويك اند التالي مباشره لزياره باراك اوباما لمصر وخطابه في جامعه القاهره، فاكره طبعا لان انا كنت اعتذرت عن حضور الاجتماع الاسبوعي في شركه الادويه اللي هو كان يوم خميس عشان اتفرج على الخطاب بتاع اوباما. ولما رحت في اول اسبوع يوم الاحد اللي بعده على طول حصل صدام بيني وبين مديري، واستقلت من اخر شركه ادويه اشتغلت فيها، وقررت ان انا اجرب حظي
وتفرغ للكتابة اللي أنا كنت بالفعل بمارسها في المجلة، وقد كان من مايو 2009 إلى الآن، وإحنا بنتكلم على 14 سنة تقريبا يمكن أكتر، ما اشتغلتش أي حاجة غير ليها علاقة بالكتابة. كل بقى الشغلات اللي أنت قلتها دي هي بتدور في فلك الكتابة والسينما، بشوف أفلام، بكتب عن أفلام، بختار أفلام، بطور نصوص جوه كده. اوكي. طب انت كمان كنت درست سينما، لكن انت عندك اعتقد انه برغم ان انت اشتغلت حاجات مختلفة على مدار الوقت وتنقلت من حاجة لحاجة، وهنيجي لده لاحقا، بس كمان انت مخلص للنقد يعني. في وقت عموما ممارسة النقد فيه هي مش اكتر حاجة لا مربحة ولا اكتر حاجة منظور اليها في الصناعة. ايه هو النقد بالنسبة لك؟ يعني ايه هو النقد الجيد؟ ايه هو اللي انت بتعبر عنه؟ هل بتشوفه عملية ابداعية؟ لانه ده جدل كبير حوالين هو هل هو ابداع او لا. وليه الاخلاص للكتابة عن الافلام؟ زي ما انت قلت، انا درست في مدارس السينما هنا في الجيزويت، يعني اكيد معروف ان احنا بنصور في الاستوديو الخاص بجمعيه النهضه العلميه والثقافيه جيزويت القاهره، وانا كنت حسن حظي يعني انا كنت من الدفعات الاولى اللي اتخرجت من مدارس السينما، واللي هي غير انها بتوفر فرصه لدراسه كل التخصصات السينمائيه للطلبه اللي بياخدوا، هي منحه بالاساس، مش دراسه مدفوعه، مش دراسه اكاديميه، ولكن كمان هي خرجت ناس بيشتغلوا في تخصصات كتير، مخرجين، منترين، مصورين، ممثلين، يعني أظن إن هي المدرسة بتعمل جهد مشكور للعدد المحدود اللي بيقبلوه كل سنة. ولكن خلال دراستي في المدرسة اللي أنا عملت فيها أكتر من فيلم قصير، وانتهت بأن أنا عملت كمان فيلمين وثائقيين لشركة ما، أدركت إنه أنا ما عنديش أدنى قدر من الثقة إني صانع أفلام جيد، لكن أنا عندي قدر جيد من الاطمئنان لاني ناقد جيد على الاقل من وجهة نظري. وقد كانوا مستمتع بالفكرة من وقتها، وشايف انه جهد زي ما انت قلت ما عادش مطلوب، ما عادش جذاب بصورته الكلاسيكية. طبعا دلوقتي في اشكال احدث اكيد هنتكلم عليها، الفيديو بلوجينج والفيديو اسايز وكده، ولكن الصورة الكلاسيكية بتاعت انك تتفرج على فيلم وتكتب عليه مادة نقدية ما عادتش اكتر مادة مرحب بيها حتى في وسائل الاعلام، لكن هي بتشبع جوايا حاجة ما، وأظن إنها ضرورية وحتمية الوجود بغض النظر عن شكلها. بمعنى إنه إحنا النهاردة رحنا اتعشينا في مطعم، شيء إنساني جدا وفطري جدا إن إحنا بننقد هذا المطعم بين قوسين، يعني بنقول رأينا، أنا عجبني الأكل الفلاني، ما عجبنيش الأكل الفلاني، أنا هرشح المكان لزملائي إن هم يجربوه تاني، أو أنا لأ، أو أنا شايف إنه في بوتنشال زي ما بيقولوا، في فرصة إنه يكون كويس بس أهدرها في كذا وكذا وكذا. أنا طبعا بضرب مثال يمكن نقول عليه سخيف، لكن في النهاية النزعة النقدية دي موجودة عند كل البشر بشكل أو بآخر. المتعة بقى في ممارستها فيما يتعلق بالسينما هو إنك تعرف تكتشف، يعني أنا بالنسبة لي ممارسة النقد قبل أن تكون موجهة لصانع الفيلم اللي بيستفيد من اللي أنت بتكتبه، يعني لو هو في صورة جيدة بيستفيد منه، ولا حتى القارئ اللي ممكن يكون بينور له حاجة أو بيرشح له حاجة يشوفها أو بيلفت نظره لجزء هو ما شافوش من الفيلم، هو بالنسبة لي عملية اكتشاف بالأساس، إنه القارئ الأول أو المستهلك الأول لأي مادة نقدية أنا بكتبها أو بساهم فيها شفويا أو بصريا هو أنا، هو تعميق علاقتي بالفيلم، هو إن أنا أكتشف أكتر لو حبيت الفيلم أنا حبيته ليه، ولو ما حبيتوش ليه، وأخد خطوة أعمق في علاقتي مع الفيلم. أذكر إنه أستاذ محمد خان المخرج الكبير مرة دار حوالينا حوار طريف حوالين ده، هو طبعا كان مشاهد ناهم للأفلام يعني سينيفايل كبير، وبيقول لي شفت فيلم كذا، فانا بشكل فطري قلت له اه شفته وكتبت عنه، فقال لي هو انتوا ليه النقاد لما بقول لحد شفت فيلم يقول لي شفته وكتبت عنه، هل انت بتدي له شرف يعني لما تكتب عنه، هل دي حاجه اضافيه تضاف للفيلم؟ ففكرت قلت له لا، يعني هو ما فيش اي شرف من اي نوع، لكن انا بقول لك ان انا علاقتي بالفيلم اعمق من مجرد اني شفته وكتبت عنه، بمعنى ان انا فكرت فيه، انه دار جوه ذهني، ان انا حاولت احلله، ان انا في حاجات لفتت انتباهي فيه، فده معناه انه يعني علاقتي بالفيلم انا شفته بلس حاجات تانية. فيمكن هو ده الموضوع، انه انك
بتعيد تعريف علاقتك بالفيلم، بتعيد اكتشاف طبقات وافكار وحاجات ممكن لا تلتفت ليها في المشاهده الاولى، او حتى مع التمرين بتكون انت طبيعه المهنه يعني عندك قدره اكبر على الملاحظه، عندك عين يمكن اوسع شويه من المشاهد العادي او حتى من الصناع، لانه احيانا بتفاجئ ان بيتهيأ لك ان شيء حاجه شيء واضح جدا وتتكلم مع صناع افلام بيشوفوا الافلام يكتشفوا ان ما انتبهوش ليها. فهي ليها علاقه بالتمرين. واظن ردا بقى عشان نختم ده بالرد على سؤالك بتاع هي فن ابداع ولا مش ابداع، انا اظن انه ابداع وسيط، يعني هو مش ابداع جاي من العدم، هو دايما مربوط بابداع اخر. انت عشان تبدي رايك النقدي في شيء ما فيجب ان يكون هذا الشيء موجودا بالاساس، لا عشان تتكلم عن فيلم لازم يكون الفيلم موجود، عشان تكتب عن كتاب لازم الكتاب يكون موجود. فبالتالي انت مش بتخلق شيء من العدم، انت بتعمل شيء وسيط، يعني نوع من الابداع لكنه وسيط، في قدر من المعلوماتيه، انت مش بس راي، انت لازم رايك ده يكون مضاف اليه معلومات وسياقات تاريخية وثقافية وربط للفيلم بمكانه في مسيرة مخرجه وفي مسيرة السينما عموما وفي مسيرة السينما في هذه الدولة أو هذا التيار. لكن يبقى في وجهة نظري في جانب ليه علاقة بالموهبة، إنه مش بس كفاية إنك تتفرج على أفلام كتير أو تتذكر تاريخ السينما أو تعرف كل الموجات السينمائية عشان تقدر تكتب بشكل جيد عن أفلام، في كمان جزء ما ليه علاقة بالموهبة أو بالإبداع، إن أنت النظرة دي وجهة النظر اللي بتشوف منها الفيلم، الزاوية اللي بتعرف تتناول الفيلم بشكل مختلف أو تحاول تضيف بيها شيء ل معلومات وذخيرة اللي بيقرأ ولنفسك بالأساس زي ما قلنا، هو ده الموضوع بالنسبة لي، وهو ده اللي بيفرق ما بين حد ينفع أنا أسميه ناقد فعلا وبين ناس كتير من اللي بيكتبوا وكان المونتاج سلسا وكان التمثيل رائعا. طب عايز اتناقش معاك في حاجتين انت قلتهم عن شغل الناقد، يعني او حاجة منهم او حاجة يعني تخصك انت، وهو انه دايما في رأي كده، في رأي من الاراء اللي بيمتلئ بيها او الصور النمطية اللي بتتقال كتير عن النقاد، وفكرة انه الناقد لازم يقف مكان الصانع ويحضر يعني يبقى بيفهم الافلام بتصنع ازاي بشكل تقني. هل ده في رأيك مظبوط، ولا الناقد هو شخص بينظر في الآخر للعملية النهائية، للمنتج الفني، للفيلم نفسه؟ والله يعني وجهة نظري ان الرأيين صح، حسب انت بتحط نفسك فين ومادتك النقدية منطلقة من اي ارضية وبتناقش الفيلم من اي زاوية. بمعنى انه في دايما argument كده في رأيي ان هو من اكتر الطروحات التهافتا، يعني انه انت مش عارف الناس ده الفيلم ده بوزل فيه جهد قد ايه، ده في ناس افنوا وقت وجهد ولازم تحترم، طبعا لازم تحترم جهد الناس، لكن كمان قدر العمل المبذول في الفيلم او الميزانية المنفقة عليه مفيش اي ارتباط شرطي بينها وبين جودة. في افلام ضخمة تصرف عليها مليارات وجمعت اهم المواهب في العالم وطلعت افلام سيئة، وفي افلام اتعملت على عجل واتعملت واللي فيها مش طايقين بعض وطلعت افلام جيده، والامثله على ده كتير، ويعني حتى في افلام حكت حكايات اللي من نوعي. ولكن المحصله في الأس يعني المعيار في الاساس هو انك اذا كنت بتناقش الافكار فالافكار مطروحه للجميع، اذا كنت بتناقش الفيلم من مدخل سوسيولوجي سياسي فلسفي وبتتكلم عن ده فده مش مطلوب منه قوي انه تكون ملم بأدوات الصناعة وتفاصيلها الدقيقة، وإن كان طبعا لازم تكون ملم باللغة لأنك ده شيء اللغة البصرية هي الأداة اللي من خلالها المخرج بيعبر عن ده، وإن لم تكن قادرا على قراءة هذه اللغة فأنت عندك مشكلة من الأساس تعوقك عن ممارسة العمل النقدي. لكن التفاصيل الدقيقة بتاعت يعني أدق اختيارات الإخراج وأدق اختيارات التصوير والمونتاج دي لها مستوى تاني، مستوى بالأساس يعني يمكن ننسبه لتحليل الأفلام أكتر منه للنقد، يعني للفيلم أناليسيس أكتر منه للفيلم ريفيو أو الفيلم كريتيسيزم. وإن كان طبيعي أنه الخبرة والإلمام مهم في الحالتين، ولكن كون الناقد مش ممارسش الإخراج ممارسش التصوير مراحش حضر أيام تصوير ولا كان في ست، ده لا يعيبه في شيء طالما كان مادته
بتقدم حجة منطقية وبتتناول الفيلم من زاوية تستحق الاحترام، مفيش أي ضرورة لده وإن كانت المعلومات والخبرات بتثري وبتضيف. آخر حاجة هقولها في ده هو إنه الجانب بقى الآخر من ده، إنه في فلاتر بتضيفها السنوات وبتضيفها العلاقات المباشرة، بتضيفها مش إنك عرفت قد إيه المخرج ده تعب وعانى عشان يمول فيلمه، ولا الممثلين سهروا الليالي عشان يصوروا الفيلم، لكن إنك تكون عندك خلينا أقول بوصلة أخلاقية أو بوصلة إنسانية ما، فإنك حتى لو أنت شايف الفيلم ده أسوأ فيلم في العالم بإمكانك إنك تعبر عن رأيك ده من غير ما يكون باستخدام لغة جارحة أو مهينة للآخرين، لأنه دي غلطة شائعة جدا بين المبتدئين وحتى أنا مارستها كتير في بداياتي، إنك لأن أنت بتتكلم عن أشخاص ليهم حيثياتهم العامة، مخرجين ممثلين كتاب، هم بالنسبة لك بابليك فيجرز وانت لسه في بداية حياتك، فسهولة التطاول عليهم وسهولة السخرية منهم وسهولة وضعهم في مقارنات مش جايزة أو الاستخفاف بيهم بتخليك أحيانا تتجاوز. وأنا الحقيقة يعني في حاجات يعني مش بنفي إن أنا في حاجات كتبتها وندمت عليها، ما ندمتش على آرائي لأن في الأغلب آرائي ما بتتغيرش، ولكن ندمت إن أنا كنت ممكن أقول نفس الرأي في الفيلم من غير ما يبقى فيه شوية سخرية زيادة أو شيء في بعض التجريح. بس كمان يعني ده بيحن ان انت بتتكلم عن فكرة الفيلم اناليسز والفيلم ريفيوينج والنقد السينمائي او الفيلم كريتيسيزم، ولما انت بتتكلم عن التطور قصدي انه مثلا في مدارس نقدية بنيت على اللهجة الحادة مثلا زي سامي السلاموني، في اكتر مدارس كانت اكثر رأفة بالافلام او اكتر رايحة ناحية الفيلم ريفيوينج وكده. هل بتشوف الحدود بين الثلاث حاجات؟ لانه طول الوقت فيه اهتمام بالتصنيفات اللي ليها علاقة بأنه ده مراجع للأفلام ولا صحفي ولا ناقد، ولا يعني بحس أنه ده محل خلاف طول الوقت، وأحيانا بيتم التعامل معاهم أن هم مراتب كمان. يعني هو انا بحس انه ده جدل يمكن بره مصر اكتر من جوه مصر، يعني جوه مصر احنا دايما النقاد كل الناس بتقول عليهم نقاد حتى لو كانوا بيمارسوا اي شيء اخر، حتى لو كانوا بيعملوا فيلم ريفيوز، حتى لو كانوا بيعملوا فيتشرز فيها تغطيات، وزي ما انت قلت هي ترقية، يعني الصحفي الفني لما بيكبر بيبقى ناقد زي كده، كنت بقول دايما انه زي ما دكتور الاطفال لما يكبر هيبقى دكتور باطنة، يعني تمام الاثنين بيمارسوا مهنة بتتكتب ورقة وقلم وكلمات ومقالات، ولكن هما مهنتين منفصلتين، يعني كل ناقد هو صحفي بالتعريف منه بينشر في الصحافة، ولكن ليس كل صحفي ناقدا. لكن انا الحقيقة ما بعرفش اشغل نفسي كتير بالتصنيفات اللي من النوع ده. سؤالك بينقسم لجزئين، الجزء اللي له علاقة بايه العرض للفيلم، ايه الفيلم ريفيو، ايه النقد للفيلم كريتيسيزم، وايه الاناليسز، هي في النهاية تصنيفات اكاديمية جدا. انا يهمني ان المادة تكون ملائمة لوسيلة الاعلام اللي بتنشر فيها، انك ما تعملش مثلا دراسة متعمقة فيها تحليل 5000 كلمة ومتوقع انها تتنشر في الجورنال، مستحيل، ومناسبة لجمهور الوسيلة الاعلامية، بمعنى انك لو بتكتب في جريدة متخصصة سينمائية غير او مجلة متخصصة سينمائية ده مختلف عن انك بتكتب في جريدة سيارة او في موقع فني. وبعد كده انت نفسك، انا في مقالي الاسبوعي احيانا بيكون فيلم اساي، احيانا بيكون فيلم ريفيو، احيانا بيكون عرض صحفي لوقائع مهرجان بعينه، فمش منشغل كتير بده. اما الشق التاني اللي علاقه باسلوب استاذ سامي السلاموني او المدرسه دي من النقد ومدرسه الستاير عموما، يعني انت العالم كله فيه ستاير مش بس من السينما، في سخريه من السياسه، في سخريه من الرياضه، في سخريه من الزعماء والشخصيات العامة، ودي المدرسة اللي أصلا بتتصاعد دلوقتي بقوة مع انتشار السوشيال ميديا ومع فكرة الميم أو انتشار الميم بكل أشكاله، اللي هو لازم يكون لازع جدا وتو ذا بوينت جدا ومش فيهوش استطرادات كتيرة ولا محاولات تحليل للتحليل الطويلة. هي مدارس بس في النهاية المكياج اللفظي ده والتلاعب بالكلمات واتخاذ موقف ساخر بشكل مبالغ فيه هي حائل، هي طريقة وهي حائل بيتحط، يعني بيوسع المسافة اللي يجب أن يقطعها
صانع الفيلم عشان يقرب من المقال او ياخد منه حاجه، او حتى لو قارئ عايز يستفيد. انا رايي انه مع سنين، جايز بعد 10 سنين يكون عندي راي تاني، بس انا دلوقتي وانا عمري 38 سنه شايف ان ده بيشوش شويه، انك اهتمامك بالصنعه اللفظيه وبالتنكيت وانك يكون بتقول كلام لاذع وينفع يعلق في الذهن، ده جميل على مستوى الحرفه، ولكن هو بيعمل تشويش. لانه اذا كنا بنتكلم عن نقد جاد يعني، وعن طرح جاد وتناول جاد للافلام، فالمضمون هو الاهم، المضمون هو اهم من الشكل. مفيش فكاك من ان اللغه شيء ضروري ومهم عشان هي دي الوسيله اللي بتوصل بيها افكارك، ولكن الاهم هو مضمون هذه الافكار. طيب يعني كمان نقطة تانية من قلب كلامك، وهي ليها علاقة بانه كل الناس بتبقى نقاد وانت ابن العصر الرقمي بشكل ما، لما بتقول انك ابتديت مع البلوجز، واعتقد ان هو ده بيحلنا على فكرة الفورمات بتاع كل نقد وشكل الحاجات. طبعا في ناس كتير بتكتب على تويتر، بتكتب على فيسبوك حتى من غير اي كيان او بيج او اي شيء، هو بيتعود ان هو بيكتب كتير. وفي ناس احيانا بتقف موقف الرافض من ده، اللي هو يعني انه ازاي النقد، ازاي الناس دي مش متعلمة مثلا، برغم ان هو موضوع تعليم النقد في الاغلب ما فيش مؤسسات، يعني في مؤسسة واحدة بس اغلب النقاد مش بالضرورة عدوا عليها خالص يعني. فسؤالي هنا هو حوالين فكرة الانتشارية الكبيرة لممارسة العملية نفسها، ايه اللي بيخلي حد يبقى ناقد، او ايه اللي بيخلي حد ما يبقاش ناقد؟ ده سؤال مستحيل الإجابة يعني، في وجهة نظري ما أعرفش، أنا ما عنديش إجابة عن ده. والموضوع بالضبط عامل زي الجدال اللي ساد فترة من عدة سنوات فيما يتعلق بالقراءة وقراءة الأدب الخفيف والبيست سيلينج والحاجات الأدب الضعيف يعني، وما بين اتجاهين، اتجاه شايف إنه خلي الناس تقرأ بغض النظر حتى لو بيقروا أشياء خفيفة جدا وضعيفة جدا، لأن ده مدخل هيخليهم بعد كده راغبين في البحث عن ما هو أعمق. وفي رأي تاني بيقول طب والله في ناس يا جماعة بقالها 20 سنة بتقرأ نفس الكلام ده وما اتطورتش يعني، هو بيفضل يقرأ نفس الروايات الخفيفة وبالنسبة له هو ده ذروة الأدب يعني، مش قادر يوصل لما بعده. يتهيألي إن أنا موقفي من اللي أنت قلته هو كده بالظبط، إن أنا مش عارف، ما عنديش إجابة. قدام عيني حصل السيناريوهين، حصل سيناريو لأن أشخاص بدأوا وإنهم بيكتبوا آرائهم على صفحاتهم الخاصة بشكل ممكن في بعض السذاجة بتاعت البدايات، في بعض الأمور اللي محتاجة دراسة أكتر أو تعميق أكتر، ومع الوقت بدأوا يلاقوا طريقهم ويلاقوا بصلتهم وتقدر تلمس، وحتى هم يلمسوا كأشخاص فروق ضخمة ما بين اللي كانوا بيقولوه قبل 5 سنين واللي بيقولوه دلوقتي. وفي ناس زي ما هو، وفي ناس يعني ما فيش أي تطور في مستواهم، في ناس بل بالعكس ممكن الشعبية تخليهم يزدادوا شعبوية. انت لما المادة بتاعتك بتكون جذابة عشان فيها نكت او انت بتسخر من الافلام، فطبيعي جدا انك الفيديو الجاي تبدأ تحاول تزود عدد النكت عشان ده هيزود عدد المتابعين، فبالتالي هيزود الدخل اللي بينتج عن الفيديو، وهو كمان ضعف انساني يعني مقبول في سياق انساني جدا يعني، انه طبيعي الناس عايزة تتشاف اكتر وتكسب اكتر، ما بتقدرش تلوم حد على ده او تطالبه انه يبقى يعني كائن نوراني عايش من أجل نصرة الفن الجميل وكده. ولكن وجهة نظري إن كل السيناريوهات صحيحة، والمحصلة والأخيرة والمعيار الوحيد هو صدق كل واحد. والله لو هو ده الشخص عايز يتكلم عليه دلوقتي في اللحظة دي بالطريقة دي، هو بيعبر عن نفسه بشكل صادق وما بيحطش في ذهنه اعتبارات تانية زي اللي علاقة بإنه هيبيع بإيه وهيسوق بإيه وهكذا، فهو بالنسبة لي مادة مقبولة. إن أنا أتلقاها وما أتلقاهاش، أشوف فيها حاجة جديدة ولا لأ، أستفيد منها ولا لأ، ده أمر يرجع لي كقارئ. لكن بالتأكيد إنه الأشخاص الأسوياء والأصحاء بيتطوروا مع الوقت. أي حد فينا لو رجع للمقال كتبه من 10 سنين هيحس إنه كان ساذج جدا، هيحس إن لغته كانت ضعيفة جدا، واللي يفوت عليه 10 سنين ويرجع للمادة كتبها يلاقي نفسه لسه راضي عنها تماما زي وقت نشرها، أظن إنه هيبقى عنده مشكلة. يعني كمان يعني معرفش، هل انت شايف انه الانتشارية دي لممارسة النقد
انا من وجهة نظري انه في الاخر يعني انه كده او كده الشيء الكويس بيظهر، وفي اشياء يعني على الاقل طالما في جمهور للي انت بتعمله هيظهر. بس كمان الانتشارية دي اعتقد ان هي فكت من دور النقد في العالم الحالي، او دور من ادوار النقد المتعلق بفكرة انه الانسان بيستخدم المكتوب عن الفيلم كدليل اذا ما يدفع تذكرة السينما او يفتح يتفرج على الفيلم ولا لا. اعتقد ان الدور ده تفادى بشكل ما. ما هو اللي لسه بيحاول يفكر بالطريقة دي هو بالظبط نفس اللي عنده أفكار من نوعية إن إحنا هنمنع فيلم من العرض أو هنعاقب فلان فهنسكت، يعني في أشياء لم تعد ممكنة عمليا، يعني الموضوع ملوش علاقة خالص بالأفكار ولا الفلسفات. وأنا نفسي كل واحد في الدنيا نفسه يبقى رأيه مؤثر، أنا نفسي بالتأكيد وأي ناقد نفسه إنه لما يقول كلمة، لما يعجبه فيلم يلاقي الناس واقفة صفوف حواليه، ولما ما يعجبوش فيلم الناس تحجم عن مشاهدته، ولكن ده أصبح في حكم الخيال. مش بس عشان النقد عموما في العالم كله بشكله الكلاسيكي أخذ في التراجع، ولكن لأنه العالم كله متجه لكده. زمان كان في جورنالين ثلاثة، كان في قناتين تلفزيونيتين، كان في محطتين في الراديو، كان في 2 نقاد و3 نقاد بيكتبوا في الجرايد، هي فده كان حجم العالم، وكان في فكرة الجيت كيبنج اللي هو حراس البوابة، هم دول اللي بيمرروا لك آراء وأفكار ومواد تشوفها، لو ما سمحوش بمرورها لن تعرض. لو كان في كتاب اتمنع من النزول في مصر وقتها ما كانش حد هيعرف يقرأه إلا لو حد سافر بره بقى وهربه في عملية مخابراتية ضخمة، لكن دلوقتي أشياء زي دي ما عادتش متاحة عمليا. وفكرة إن شخص يتخيل إن رأيه في احسن السيناريوهات المثاليه هيبقى هو الراي الوحيد او المهيمن او المسيطر او اللي بيحرك جموع القراء وجموع المشاهدين، هو في وجهه نظري تصور واهم جدا. والعقل والمنطق والتفهم يعني لطبيعه العصر اللي بنعيشه بيقول انه جمهورك عمره ما هيبقى قد الجمهور اللي كان بيقرا لسمير فريد لما كان بيكتب في الجمهوريه في السبعينات، لان ما كانش في حد غيره بيكتب، هو سمير سلموني، فكان مقاله بيقراه كل اللي بيقرا الجرايد في مصر. بس جمهورك دلوقتي هو أكثر ارتباطا بكتابتك وبمادتك وبأسلوبك من أغلب الناس اللي كانوا بيقروا لسمير فريد، لأنهم كان أغلبهم بيقروا لسمير فريد أو بيتفرجوا على برنامج يوسف يفرز الله في التلفزيون، أو بيتفرجوا على الفيلم اللي في السينما جنبهم، أو الفيلم السهرة اللي بيتعرض كل يوم خميس، لأن ده الاختيار الوحيد اللي مش شرط يكون مناسب لذوقهم ورغباتهم وما يريدونه وما يحتاجونه. لكن دلوقتي أنت لو عندك 1000 واحد بيقروك، اعرف ان اغلب الالف دول هم اختاروا انهم يقروك لانهم لقوا فيك حاجه بتشبع شيء ما داخله، وده في وجهه نظري يعني صفقه مش وحشه، صفقه مش وحشه لو قسنا كمان اللي انا قلته ان انا بالاساس بكتب لنفسي او بكتب لقارئ يشبهني، يعني انا بكتب عشان لما انا اقرا المقال ده تاني احس ان في حاجه اضفتها في علاقتي بالفيلم. فوالله لو في 5 بيحبوا الكلام ده انا موافق ان هم يبقوا 5 ده بيقروا. مش بالضرورة زيادة عدد الجمهور هي الشيء اللي بيحدد القيمة عموما يعني. عموما ده في كل حاجة، يعني انت انجح الافلام جماهيريا هي مش افضل الافلام، انجح الاغاني هي مش افضل الاغاني، انجح الكتب هي مش افضل الكتب، وده مش معناه برضو العكس، يعني مش معناه ان انت لما تكون فيلم فاشل او كتاب فاشل او اغنية فاشلة بالمعايير الجماهيرية معناه انك جيد. هو في حاجات جيدة جدا بتلقى رواج جماهيري، وفي حاجات سيئة بتلقى رواج جماهيري والعكس. طيب خلينا ننتقل أكتر لحتة الأفلام والكتابة عن الأفلام، وعندي سؤال كده يعني برضو يعتبر بسيط جدا، وهو إيه اللي بيصنع فيلم جيد في وجهة نظرك؟ يعني أنت إيه الشيء اللي بتقدر تحدد على أساسه الفيلم ده حلو أو وحش؟ يعني برضو طبعا ده مش سؤال بحكي. واسع، بس يعني أنا حاولت أجاوبه قبل كده لما كنا بنعمل ورش للنقد في جمعية النقاد أو خارجها، حاولت احط التصور خاص بيا جدا عن الاجابه عن السؤال ده، اللي هو انا بدور على ايه في الفيلم، ماذا ابحث عنه في كل فيلم اللي بناء عليه بيحقق لي شيء ما وبيخليني اتفاعل مع الفيلم او اقدره بشكل ايجابي. ف يعني تقييمي الشخصي ان انا عندي 4 محددات بتحكم علاقتي بالفيلم، وكل ما توفروا الـ4 مع بعض كل ما ده كان فيلم أفضل، كل ما قلوا وبقى فيه 1 أو 2 فده معناه قدر ما من الجودة. لو غابوا كلهم، ولما أقولك هتكتشف إنه إذا غابوا عن أي فيلم فيعني إحنا بنتكلم عن حاجة صعبة جدا،
اول حاجه بالاساس هي تحريك المشاعر، انه يعني الفن بيخاطب العقول وبيخاطب المشاعر، والفيلم الجيد يجب ان يحرك فيك شيء ما، يجب ان لا يكون جاف ولا يمس انسانيتك. المشاعر دي ممكن تكون حب، كره، ضحك، تعاطف، غيرة، شبق، حقد، ايا كان، بس يكون الفيلم قادر على تحريك مشاعري. الشيء التاني هو انه يكون بيدفعني للتفكير، لو في شيء ما موضوع بيثيره، فكرة إنسانية، رؤية للعالم، رؤية للتاريخ، ده كمان شيء عنصر يعني من المحددات اللي بتحدد علاقتي بالفيلم. الشيء الثالث انه يكون ممتع بصريا، لان السينما هي فن بصري بالاساس، فكل ما كان في انجاز على المستوى البصري، سواء في التصوير، في التكوين، في الالوان، في المونتاج، حتى في التمثيل، ما هو برضو عنصر من عناصر الفرجة، وبيتماس كمان مع المشاعر، لان التمثيل الجيد بيساهم في تحريك المشاعر. فتحريك المشاعر، الدفع للتفكير، امتاع البصر، واخر شيء وهو اضعف الايمان، وهو اثاره الفضول، انه على الاقل اذا كان الفيلم مش بيحقق ده كله او بيحققه بالحد الادنى، فيجب ان يثير فضولي، ان انا عايز اعرف الحكايه دي بيحصل فيها ايه. انت لو بتتفرج على فيلم بوليسي بسيط ولا فيلم اكشن بسيط، الجزء الاساسي اللي بيدفعك هو ان انت عايز تشوف ايه اللي هيحصل، او لو انت متوقع ايه اللي هيحصل عايز تشوف هو هيحصل ازاي، فعلى الاقل في قدر ما من الفضول. ولذلك الافلام اللي بتبقى متوقعه جدا ما فيهاش اي امتاع بصري، ما فيهاش اي مشاعر، هي في الأغلب هي الأفلام اللي ما بنحبهاش. طيب، وبالنسبة لحتة السياق دي، عشان بفتكر برضو إنه في دايما جدل كده من بعض الناس اللي كنت يعني من بعض الأصدقاء طول الوقت لي علاقة أحيانا بفكرة إنه المدرسة اللي ليها علاقة بإنه الفن للفن، وإنه الكتابة لابد أن تكون عن الفن نفسه. وإنت كنت بتتكلم هنا على السياق، وبتتكلم على المعرفة، وبتتكلم على الفيلم عموما كمنتج أكبر من يعني كمنتج معرفي عموما، يعني محطوط في السياق العام بيشارك فيه وبيدفعه لقدام، غير وظيفته الفنية إن هو كمان بيحرك حاجات إنسانية يعني. فشايف إزاي موضوع الكتابة عن السياق واستخدامه في الكتابة، لأنه أحيانا ممكن تبقى مفرط الاستخدام مثلا، فتبقى كتبت مقال سياسي مثلا. والله يعني ده تحدي، زي ما انت قلت انك البوصلة ما تجركش لانك تتكلم عن حاجات من بره الفيلم اكتر ما تتكلم عن حاجات جواه. ولكن تقييمي الخاص جدا واللي ليه علاقة بحجم مقروئية المقالات اللي كتبتها خلال 10 سنين اللي فاتوا، وحجم التفاعل معاها، وقراءتي لكتابات ناس كتير، وانا بحاول اتابع قدر الامكان يعني كل الكتابات وكل الفيديوهات اللي اقدر اوصل لها، هو انه العصر اللي احنا فيه دلوقتي هو عصر سياق بامتياز، انه المواد المثيرة والجذابة واللي الناس بتحبها وتتفاعل معاها وبتحس انها اثارتك وحركت شيء جواك، هي الاعمال اللي بتخرج شوية من حيز العمل الفني وتربط ده بشيء ما اكبر، تربطه بسياق اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فلسفي، تاريخي، اي شيء. هل ده هو الهدف الرئيسي؟ هو احد الاهداف. انت بالاساس بتحاول تعمق علاقتك بالفيلم، تفهم الفيلم اكتر، تحلل عناصره، تشوف هو ايه. بس الفيلم ده مش كائن مصنوع من العدم، وحتى كان استاذ سمير فريد قالها في الكتاب اللي هو كان عمله مع الاستاذ وائل عبد الفتاح وقت تكريمه والمهرجان القومي، هو ان دي طريقته في الفيلم، ان هو لو بيقول لك مثلا فيلم مكسيكي انتج سنه 2000، فهو في شويه حقائق، هو انه فيلم وهو انه مكسيكي وانه انتج سنه 2000 وانه من اخراج اليخاندرو جونساليز اناريتو مثلا، فدي اشياء لا يمكن ان تضعها جانبا، لا يمكن الا تضعها في الاعتبار. سياق الفيلم التاريخي والاجتماعي والسياسي وسياقه جوه مسيره صانعه وجوه حراك السينما اللي جوه اللي بتحصل في البلد دي في الوقت ده من الزمن، ده الشيء المفروض بداهه يكون موضوع بالاعتبار. والحقيقه ان هو اللي بيميز، المفروض انه يميز ما بينك كناقد وبين مشاهد عادي للكعب في الفيلم في التلفزيون او بالصدفه شافه في السينما. انت المفروض ان انت لما تتصدى للكتابه عن فيلم يكون عندك الحد الادنى من المعرفه عما يحيط الفيلم، يحيط بصناعته وبصانعه وبسياقه بشكل عام. متفق معاك ان ممكن ده يكون شيء سكسي جدا زي ما بيقولوا يعني، فياخدك من انك تدخل جوه الفيلم
وان بعض الاشخاص تقرا ماده تلاقي هو عمال يتكلم عن السياق التاريخي والسياسي وكذا وكذا، طب فين تحليل الفيلم يا استاذ، فين الفيلم نفسه من كل هذا المقال الطويل البديع. لكن هرجع واقول انه حتى الكتابات اللي من النوع ده عندها جمهور، حتى الكتابات اللي من النوع ده بتلبي حاجه ما عند بعض القراء، وفي قراء بيفضلوها حتى عن محاوله التعمق في الفيلم وتحليل عناصره، والمطلوب ان ده يبقى موجود وده يبقى موجود. يعني بدل ما يبقى الفيلم، ودلوقتي اصلا العالم اصبح بيتيح ان بدل ما الفيلم يتنشر عليه مقال في الاخبار ومقال في الاهرام ومقال في الجمهوريه، اصبح من الممكن الفيلم او المسلسل او العمل الفني لو كان بيحرك الراي العام وبيثير جدل انه كتب عليه 100 مقال ب100 مدخل و100 طريقه، وفي النهايه ده بيثري تجربه القارئ، والقارئ بيختار الاقرب اللي هو بيفتش عليه. ده متفق معاك جدا جدا. طيب سؤال تاني ليه علاقة بالكتابة، واعتقد انه انت بتكتب لمدار سنوات طويلة، اعتقد انه هو تحدي اخر، وهو ازاي ان انت بتمنع نفسك من تكرار النمط او تكرار استخدام المفردات، استخدام طبيعي انه الاراء بتتغير، بس بتتغير مع الوقت وبتاخد وقتها، ازاي بتقدر كل مرة انك تنتج مقال تحاول ان هو يبقى جديد؟ هو كويس انت قلت انها محاولة، لان هي طول الوقت محاولة، وفي الاغلب هي محاولة مش ناجحة، لانك صعب جدا لو انت حتى بتكتب مقال بشكل اسبوعي. انا مثلا ملتزم بالكتابة اسبوعيا على الاقل من سنة 2011، دلوقتي بتكلم على 13 سنة بكتب على الاقل مقال كل اسبوع، واحيانا بيبقى كل يوم لما اكون في مهرجان كان ولا في برلين ولا في حاجة. فاذا كنت اضرب بقى 50 في 13 يطلع عدد كبير. لو انت ملزم نفسك بالكتابة دي هتبقى واهم لو انت متخيل انك كل مرة هتعيد اختراع العجلة وهتطلع برأي جديد. وده شيء من الحرفية، انك تبقى فاهم انك مش دايما كل مرة هتعمل شيدوفر يعني، ولا عمل بديع ولا شيء تاريخي، وان انت بتمارس شغلك، وشغلك ده بيتيح لك ان انت احيانا الظروف، الفيلم اللي بتكتب عنه واللحظة والفكرة اللي جات لك تخليك تكتب حاجة حلوة تبقى فخور بيها وتحطها في أرشيفك الخاص، وتبقى لو حد حابب تقدم نفسك بيها بتقدم نفسك بالمادة دي. وأحيانا تانية أنت بتعمل شغلك، وده الفرق ما بين أنك بتمارس النقد كبروفيشن بتعيش منها بتمارسها على مدار السنة، أو أنك بس لما بيجي لك فكرة بتكتب مقال، وساعتها مهما كان جودة المقال هتعتبر في إعداد الهاوية. الكل ما في الامر، انت بالتاكيد اي كاتب عنده لازماته الكلاميه، عنده اسلوبه في الكتابه، عنده طريقته في استرسال الجمل والتقطيع ما بينها وفي تناول الافكار. اللي انا بحاول التزم بيه بشكل شخصي هو ان انا يعني بقدر الامكان اثقل لغتي في كل فتره عن الفتره السابقه، احاول اعرف اكتر عن النحو والصرف وابجديات اللغه اللي بكتب بيها، ايا كان عربي ولا انجليزي، ولا دول اللغتين اللي انا بكتب بيهم يعني الى الان. ان انا اقرا، لان القرايه هي الوسيله انك تنمي ذائقه، زي بالظبط ما مشاهده الافلام هي الوسيله الامثل لمذاكره صناعه الافلام. ان انا احط ايدي على العيوب، مثلا كان عندي شويه عيوب تتعلق بمرة خدت تجربة كده، خدت تحدي بيني وبين نفسي، ان انا بعد ما اكتب كل مقال هرجع ابص على كل النعوت والصفات اللي انا كتبتها في المقال، واشوف هل هي فعلا ليها فايدة. لان انت، انا كمان بدأت الكتابة في زي ما بقول لك في مجلة جود نيوز، واحيانا كنا بنعمل ملفات عن افلام لسه ما نزلتش، دي كانت طريقة عمل المجلة. كنا بنكتب نقد عن افلام، بس مثلا كان جزء من التمويل ان شركات التوزيع في مصر بتدي اعلانات للمجله، وكانت المجله حره تماما في ان الفيلم لما ينزل السينما نديله 1/10، بس قبل ما الفيلم ينزل جزء من الاعلاني، الباكج الاعلاني، انك تعمل بريفيو للفيلم، تنشر عن الفيلم 4 صفحات 6 صفحات للترويج لفيلم سبايدر مان اللي جاي، او فيلم توم كروز اللي جاي، و وست صفحات، كانت صفحه وقتها بتاخد 500 كلمه، يعني انت لازم تكتب 3000 عن كلمه عن فيلم لسه ما نزلش، وفيلم امريكي في الاغلب، انت بنتكلم كمان عن سنه 2009 2008 اصلا مواد الانترنت ما كانش بنفس بالظبط. فكنا يعني خلقنا اليه كده انك بتروح، انا بتكلم عن حاجه شخصيه، ممكن تجربتي دي تبقى مختلفه تماما عن اي حد، بس انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. يعني احنا كنا خلقنا طريقه انك ازاي تكتب 3000 كلمه عن فيلم ما شفتوش.
هي بتعلمك اولا السياق، بتعلمك انك تدور الفيلم ده بتاع مخرج مين فتكتب شويه عن المخرج، وبطوله مين فتكتب شويه عن البطل، وتاليف مين فتكتب شويه عن المؤلف. بس كمان بتعلمك ان انت ينفع تحط ورا كل اسم نعتين ثلاثه عشان تزود المساحه فيبقى في الجميل البديع المثير للاعجاب، في حين ان انت ممكن تستعيد عن كل دول بلفظ واحد. فاللي انا حاولت اعمله هو تنقيه الشوايب دي مع الوقت، ان انا اتاكد من ان استخدام الكلمات صح لغويا وصح بلاغيا، وان انت الكلمه الحاجه اللي ينفع تعبر عليها باربع كلمات صح، يفضل انك تعبر بيها عن اربع كلمات بدل ما تعبر بسبعه طالما بتوصل نفس المعنى. وهي بروسس مستمر، يعني ما اظنش انها اي حد يعني عاقل ممكن يتوقف عن التعلم وعن اكتساب خبرات. ومع الوقت لو جبت مقال كتبته من سنين وقارنته بمقال كتبته دلوقتي، لو انت فعلا بتتطور هتقدر تلمس الفروق اللي هي شبه التغيرات في شكلنا. يعني انت مفيش انسان بيصحى من النوم يبص في المرايه يلاقي شخص غير اللي كان واقف في المرايه امبارح، بس لما بتشوف صورتك قبل 10 سنين بتكتشف ان انت طرأ عليك تغيرات كبيره جدا. هي دي الفكره في تطوير الاسلوب عموما في اي حاجه. انت كمان يعني حابب ان احنا نروح ناحيه الشغلانات التانية غير النقد، سواء البرمجه والمهرجانات وسواء المنصات وتطوير السيناريو. بس قبل كل ده عندي سؤال عام شويه، وهو عن فكره التنقل في زمن احيانا بعض الناس بتمتلك رأي انه الافضل هو التخصص او التعليب او فكرة ان انت تبقى منمط في شيء واحد، او احنا عرفناك ككذا فانت ليه عايز تعمل كذا. بتشوف الموضوع، بتشوف التنقل مشتت ولا هو مترابط مع بعضه بالاساس؟ يعني مبدئيا انا مش متفق مع اللي انت بتوصف بيه الزمن، لانه اللي بيحصل في الزمن ده هو العكس تمام. يعني احنا في زمن اصبح بيقدس فكرة التغيير والتنقل في حد ذاتها حتى لو مفرغة من المعنى، وفي ما هو اشبه بالتبشير كده على فكرة انا غيرت حياتي، انا بدأت حياة جديدة، انا اكتشفت نفسي، وبعد ما درست 20 سنة واشتغلت 20 سنة بدأت حياتي زراعة البطاطس في الصحراء. يعني في ترويج تبشير بفكرة التغيرات الضخمة اللي بتحدثها في حياتك. وانا الحقيقة وبالرغم ان انا بشتغل حاجات كتير بالتوازي، بس انا شايف ان هي مش كلها حاجات مش بعيدة عن بعض. انا بشتغل بالاساس كاتب، وكل علاقتي يعني كل ما عملت فيه خلال ال 15 سنة اللي فاتوا هو مرتبط بالكتابة وبالسينما، بيأتي ذلك في اشكال مختلفة. ان انا اكتب عن افلام، ان انا اتفرج على افلام واختارها المهرجانات، ان انا اتكلم في ندوات كباناليست او كمودريتور، ان انا اساهم في تطوير نصوص بما اكتسبته من خبرة وما درسته عن السيناريو وعن تطوير النص. انا رأيي ان كل دي اكستنشنز لجوهر واحد ما فيهاش ابتعاد كتير. وعلى العكس من اللي الناس دايما بتقول لك انت كنت صيدلي وبقيت ناقد او كاتب ودي حاجه انسبايرنج وتدفعنا للتغيير، الحقيقه ان انا لم اسعى يوما لان انا اعمل اي تغيير راديكالي في حياتي، وانا ابدا مش بحبذ التغييرات من النوع ده. وبقول انه احنا دلوقتي احنا انا موجود، يعني عندي ميزه ومن حسن حظي ان احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي، لان هي القدر والظروف واشياء كتير جدا سمحت لي ان انا انجح. بس كان وارد جدا، واكيد في غير كتير جدا حاولوا يعملوا الانتقال ده وفشلوا. كان وارد ببساطة ان انا لما سبت شغل صيدلة اقعد 3-4 شهور ما لقيش شغل، وعندي قسط عربية لازم يتدفع، وعندي التزامات، وعندي شكلي قدام ممكن اهلي ما يكونوش داعمين بالشكل الكافي، شايفيني انه لا كفاية بقى اجازة يلا ارجع لشغلك، فممكن اتراجع واكون لسه شغال في شركة ادوية وبكتب من حين لاخر. لكن اللي انا فعلا مؤمن بيه وواثق فيه ومتأكد 100% من كفاءته هو البرزيستنس، هو قدرتك على تكرار العمل. اذا كنت بتستمتع بشيء ما فاعرف ان دأبك وقدرتك على تكراره هي المحصلة، وانه اللي بيكتب مقال كل 6 شهور لن يأمل ابدا تحت اي ظرف وتحت اي مسمى انه ينفع يسمي نفسه ناقد، ينفع باي حاجة تانية وبيكتب مقالات من حين لاخر. انك تقرأ كل يوم، تكتب كل يوم، تتفرج على افلام كل يوم، انك تحول شغفك لروتين
هو ده دي نصيحتي ودي روشتتي ودي الحاجة الوحيدة اللي أنا اتعلمت أعملها في الحياة، واللي أي شيء أنا عملته هو أنا بدين بالفضل فيه لفكرة الروتين، إنه إذا كنت بتحب شيء شوف طريقة تخليك تعمله بشكل روتيني من غير ما تفقد رغبتك فيه، ومن غير ما يتحول لحمل، ومن غير ما تلاقي نفسك بتكرهه، عشان برضو دي مشكلة تانية. وبقول ان انا بستغرب جدا 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 من اللي زينا، خصوصا انت كمان كنت طبيب اسنان، اللي قدر الظروف سمحته والقدر يعني والسياق التاريخي سمح له انه يشتغل حاجة كان نفسه يشتغلها، وبعدين يقعد يشتكي لك وانا مش قادر وانا زهقان وانا عايز اخد اجازة. انا فعلا لما باخد اجازة ما بعرفش اعمل فيها ايه، وانا انا بعمل الحاجات اللي انا كنت بعملها في وقت اجازتي. ايوه فيعني انت الناس بتعمل ايه في الاجازه غير انها بتتفرج على افلام وتقرا كتب؟ ما اعرفش. انا عندي المشكله دي ان انا لما بحب اخد اجازه ما افتحش التلفزيون، بتمشى في الشارع عشان هتفضل في المشي مثلا اسبوع، دي حاجه دي حاجه غريبه جدا. لا لو اجازه شبه كده تبقى مصيف او حاجه، بس بس فاهم ما انت في المصيف بتقعد في البحر بتقرا برضو يعني. ايوه مفيش فكاك. فيعني انه يعني انا يعني حاسس بالامتنان الشديد للقدر ولربنا ولاي قوه عظمى سمحت لي ان انا ابقى عايش حياه انا كنت من 15 سنه بحلم بيها، وكانت بالنسبه لي حاجه بعيده جدا على اني اوصل لها، خصوصا ان انا ما كنتش عايش في القاهره، انا كنت عايش في طنطا بشتغل شغلانه تانية، محيطي واصدقائي اغلبهم بعيد تماما عن ده، ولذلك انا قديم بالفضل الانترنت. يعني الانترنت كان سبب في احسن واسوء حاجات في حياتي. هو يعني الانترنت تاثيره كان أكبر شيء في السنين اللي فاتت أعتقد، في تغيير حاجات مياه راكدة كتير كتير يعني. طب أنا عارف إن أنت ابتديت مع المهرجانات في مهرجان إسماعيلية، وبعدين بقيت في مهرجان القاهرة، من بداية من مبرمج اشتغلت ولبست عدة قبعات في قلب مهرجان القاهرة، وصولا للمدير الفني، وصولا بعد كده لمهرجانات أخرى خارج العالم العربي زي مالمو مثلا، زي ميونخ للفيلم العربي، مهرجانات زيورخ للفيلم العربي، ف ايه في رأيك حابب اكتر نتكلم على الجزء المصري؟ وبرضه هبتدي بسؤال بسيط او يبدو بسيط، وهو ليه علاقة بفكرة ايه اللي بيصنع مهرجان ناجح، ده اولا. وثانيا انت كناقد لما بتكتب عن فيلم بيبقى ده ذوقك الشخصي، وما فيش فرار من فكرة الذاتية يعني، على الاقل بالنسبة لي، او واعتقد ان معظم الناس مهما حاولوا ادعاء عكس ده فده ما بينطبقش. بس في المهرجانات الوضع مختلف في عملية اختيار افلام الناس فعلا هتشوفها، فالتأثير هنا مباشر ولحظي اسرع بكتير من الكتاب. وبس تصحيح، انا بدايتي كانت مع مهرجان القاهره مش مع الاسماعيليه. انا اول مره اكون مشرف على برنامج كان في مهرجان الاسماعيليه سنه 13 و14، ولكن انا اول شغل في البرمجه خالص كان عضو في لجنه المشاهده مهرجان القاهره سنه 2012، اللي هي الدوره اللي كان حصل عليها نزاع في الاداره. يعني انا كنت مع الاداره اللي فيها استاذ يوسف شير رزق الله ودكتوره ماجده واصف، وبعدين حصل نزاع كده واداره المهرجان انتقلت قبل شهور لاداره تانية. فبس انا بدايه ان انا اتفرج على افلام مش بغرض انها استمتع بيها ومش بغرض ان اكتب عنها، ولكن لتقييمها ولاختيارها ضمن برنامج مهرجان، ده كان في مهرجان القاهرة 2012. ثم على طول توليت الاشراف على برمجة مهرجان اسماعيلية 13 و14. انت اثرت نقطة مهمة جدا، وهي انه مهما كنت بتكتب نقد انت بتكتب بناء على ذائقتك الخاص. يعني حتى كمان احنا ما عندناش، انت لما تشوف زمايلنا اللي بيشتغلوا في مواقع كبرى، ولا اللي بيكتبوا في فرايتي، ولا اللي بيكتبوا في سكرين انترناشونال ولا كذا، هو بيبقى مثلا مسافر كان ولا برلين وعنده تكليف، هو معروف انه هيريفيو كل افلام المسابقه، وهو عنده 4 نقاد فكل واحد واخد 5 افلام، فالناقد رايح يتفرج على الفيلم ده وهو عارف انه لازم يكتب عنه حتى لو ما عجبوش. احنا ما عندناش الاجبار ده، احنا الببلشرز بتوعنا مش داخلين بهذا القدر. يعني اقصى شيء انه صاحب موقع ولا رئيس تحرير جريده يقول لك والله اكتب لنا عن فيلم من افلام العيد لان دي الحاجه اللي الجمهور عايزها دلوقتي، او الفيلم العربي او الفيلم يعني. الفيلم كده، لكن عموما ما فيش حد بيكلفك بالكتابه عن فيلم بعينه، ودايما عندك الرفاهيه انك تقول له لا انا مش عايز اكتب عن الفيلم ده اصلا، حتى لو هم عايزينك تكتب عن الفيلم المصري اللي في كان ممكن تختار انك ما تكتبش عنه وممكن يقبلوه. فده بيؤكد اللي انت قلته، بيؤكد ان انت لما بتكتب نقد عادة
في اكتر من 90% من الحالات انت بتكتب عن عما تختار ان تكتب عنه سلبا او ايجابا. لكن في حالة البرمجة انت مش بتختار برنامج لنفسك، ولا بتختار برنامج لاصحابك، ولا بتختار برنامج للاشخاص اللي بيشاركوك نفس الذوق. انت بتختار مجموعة من الافلام يفترض انها غير انها تعرض على جمهور عام متباين الاذواق والاختيارات والافكار، هي كمان المفروض تعبر عن هوية المهرجان اللي بتختاره. فبرنامج مهرجان دولي ضخم عمره حاجة 40 سنة بيعرض 200 فيلم كل سنة زي مهرجان القاهرة، بوصلته تختلف عن مهرجان نوعي بيعرض 30-40 فيلم في مدينة زي أسوان متخصص في أفلام المرأة، يختلف عن مهرجان زي مالمو اللي بيقام في مدينة سويدية سكانها هجين ما بين سويديين وبين مزيج من المهاجرين من مختلف بقاع العالم، وكتير منهم من العالم العربي، وكتير منهم سافر لأوروبا مضطرا بعد الربيع العربي وفي السنوات الأخيرة. فالبوصلة بتاعت المهرجان والهوية اللي بيختار المهرجان يضعها لنفسه ويأسس من خلالها صورته الذهنية عند جمهوره، ده شيء يجب أن يضع في الاعتبار. ويجب أن يضع في الاعتبار أنه المهرجان ده بيثق فيك، ائتمنك على أهم حاجة في صلب أي مهرجان وهي الأفلام، بغض النظر على أي أنشطة تانية. المهرجان اسمها مهرجانات سينمائية، فإذا انعدمت الأفلام السينمائية ما عادش مهرجان من الأساس. وده معناه انك يجب الا تخون هذه الثقه، يجب الا تحول البرمجه لمساحه طبعا للمصالح والتربطات وخدمات بعض صناع الافلام وبعض منتجي الافلام، لا اكيد موضوع مفروغ منه ومفهوم بالبداهه يعني، ولكن كمان انك ما تحولهاش مساحه لذوقك الخاص، ما تحولهاش قاعه العرض او البروجيكتور اللي انت عامله في البيت بتعرض فيه افلام تختارها لاصحابك. ويجب أن تفهم أنه لما نتكلم عن مهرجان بحجم القاهرة في مدينة زي القاهرة بتعداد سكانها بتنوعهم الثقافي والعمري والجغرافي وكل شيء، يجب أن يتضمن كل شيء. والبوصلة اللي انت هتحطها لبرمجة مهرجان زي القاهرة مختلفة تماما عن اللي عملناه السنة اللي فاتت مثلا واحنا بنختار أفلام مهرجان أسوان لسينما المرأة، اللي هو غير أنه مهرجان مرأة وغير أنه مهرجان صغير مساحته مش بتسمح لك انك تحط كل حاجة نفسك فيها زي القاهرة، هو كمان مهرجان بيقام في مدينة أسوان. وده بيخليك يعني هي غصبا عنك لازم تفكر فيها، مش رقابة ذاتية ولكن تفهم للسياق. انت هذا المهرجان جاي في جسم مدينة لم تعتد العروض السينمائية، وجاي بيتماس مع حاجة حساسة عند العالم بشكل عام والعرب بشكل خاص والناس في جنوب مصر بشكل أخص وهي المرأة، وبيحاول يتماس مع الجمهور المحلي ويخلق قاعدة جماهيرية من أهالي المدينة. فأبسط شيء أن أنت ما تخشش معهم حرب، ما تخشش معهم معركة، ولو أنت حابب تغير أفكارهم أو تدفع سقف الحرية معهم واحدة واحدة، لا تتعامل معهم باعتبارك النبي أو الخبير الأجنبي اللي جاي يفرض عليهم أجندة الحريات والتحرر والأفكار المعاصرة، لأن هي معركة خسرانة يعني ما فيش حد هيكسب في ده وانت هتخسر أكتر منهم كمان. فلازم في رأيك يبقى فيه فهم للجمهور كمان، فهم للجمهور، تفهم هوية المهرجان، تفهم مكانه وزمانه، وتفهم جمهوره المستهدف، وتفهم المشن المطلوبة منك كمان. ما هو انت المهرجان، أي مهرجان ممكن يبقى عنده حسب حجمه، ممكن يبقى عنده شخص قائم بالبرمجة بشكل عام، فبالتالي هو مطلوب منه يحقق أهداف المهرجان فيما يتعلق بالأفلام، وممكن يكون جزء من فريق. يعني هو اللي بيشتغل في اختيار الأفلام في مهرجان القاهرة مثلا، حتى المدير الفني مش هو اللي بيختار البرنامج، وأنا كنت مدير فني مهرجان القاهرة وفي جزء كبير من الأفلام كانت بتعرض وأنا ما شفتهاش. يعني عمليا لما يكون المهرجان بيتقدم له 600 فيلم طويل و2000 فيلم قصير، مفيش إنسان يعرف يتفرج على الأفلام دي. ودي فكرة بقى التكوين فريق، وان الشخص المسؤول عن الجزء الفلاني من البرنامج يبقى هو خبير في هذا الجزء ويكون قادر على اختيار ومتابعه الجديد فيما يتعلق بهذا الجزء، ويكون فاهم استراتيجيه المهرجان واهدافه فيما يتعلق بهذه المنطقه الجغرافيه او هذا النوع من الافلام. وكل يعني حجم المهرجان بيحدد حجم الفريق وبيحدد الميشن المطلوب تحقيقها من كل واحد في الفريق. سؤال كمان هنا، علشان في حاجه يعني فكرة البرمجة وهي ليها علاقة
بالمعايير اللي بتصنع المهرجان وبتصنع عملية اختيار الأفلام. بس هو سؤال، اللي انت كنت من الناس الادفوكيتس يعني لفكرة الورلد بريميرز والعروض العالمية الأولى في مهرجان القاهرة، وشايف انه احيانا ممكن يبقى الورلد بريمير بيبقى له، او العرض العالمي الاول، هو فيلم له حساباته الخاصة. احيانا ممكن ما بيكونش اصلا اخد حتى فايب من مهرجان كبير مثلا بحجم كان او برلين، فالناس مستنية او واخدة الثقة والفاليديشن من مهرجانات تانية، فانت بتبقى داخل مخاطرة كبيرة مع الجمهور. حتى ليه كنت شايف الاهمية الضخمة في القاهرة انه يبقى فيه مساحة للعروض العالمية الاولى؟ وانا اعتقد ان الامر استمر حتى الدورة دورة السنة دي لغاية لحد دلوقتي، لغاية دلوقتي دلوقتي يعني. لا، لأن هو ده المنطق. أنت دلوقتي لما بتعمل مهرجان حجمه زي ما قلنا حوالي 150 فيلم، مش هنقول 200، هنقول 150 فيلم. 150 فيلم دي مساحة كنفة يعني ضخمة جدا، ينفع تعرض فيها كل حاجة، ينفع تتضمن أهم الأفلام اللي اتعرضت في مهرجانات كبرى واللي خدت الفاليديشن من إنها شاركت في كان ولا كسبت في فينيسيا ولا اختارها الجمهور في برلين. وينفع كمان إنك تعمل دورك كمهرجان مصنف كفئة A من الاتحاد الدولي للمنتجين، وتقدم أصوات جديدة. بمعنى مهرجان القاهرة عضو في القايمة بتضم 15 مهرجان حاليا في الفئة A competitive اللي هو الفئة التنافسية ألف المهرجانات الدولية. المهرجانات الدولية دي المفروض ان هي الاتفاق ما بينها ومع الاتحاد انها لا تعرض في مسابقتها الرسمية افلام عرضت في مسابقة مهرجانات اخرى من نفس الفئة. بمعنى ان مهرجان القاهرة لائحته لا تسمح، ولائحة الاتحاد الدولي للمنتجين لا تسمح ان ياخد فيلم كمشارك في مسابقة كان. وكان الالتفاف حوالين القاعدة دي تاريخيا هو انه خلاص احنا هنجيب فيلم من كان بس مش هيبقى في المسابقة، احنا هنجيب فيلم كان في نص شهر المخرجين او فيلم كان في اسبوع النقاد، فيبقى اسمنا ما خلفناش لوائح الاتحاد الدولي للمنتجين، بس في نفس الوقت جبنا فيلم عليه اللوجو والفاليديشن بتاع مهرجان دولي فنبقى تمام. والله انا شايف انه ينفع الفيلم ده تعرضه، بس ينفع كمان تحط جنبه فيلم جديد لمخرج قدم لكان وكان رفضه، لان كان بيعرض 20 ل 24 فيلم بس في المسابقه ومفيش مساحه لحاجات تانية. فالمخرج ده ما لقاش فرصه انه يعرض بالحسابات الدوليه. هي دي مش افلام درجه اولى، مش الافلام اللي اختارتها المهرجانات العظمى، لكن القاهره مدينه كبيره والمهرجان مهرجان عريق، والمفترض انه بالتعريف بعضويته في الفياف انه بيلزم نفسه بده. يعني اللي كان بيحصل هو الخاطئ، والفكرة انه ما يتحولش الموضوع لان احنا جايبين كلهم مخرجين مغمورين نقدمهم لا، انه يعني يكون في مزيج من الاثنين. يعني ما اعتقدش ان في اي سنة، سواء من السنوات اللي انا كنت فيها في المهرجان او السنوات اللاحقة، كان المهرجان بالكامل وورلد بريميرز. بالعكس، انت عندك نسبة 30% على الاكتر وورلد بريميرز، والباقي هي افلام سبق عرضها في مهرجان ما وحققت صيت، فبالتالي في التوازن ده. وبالمناسبة ده بيفرق جدا في صورة المهرجان دولية. يعني إذا كان الجمهور عندنا، أو خصوصا يعني مش الجمهور العام بس، يعني المهتمين بالسينما والسيني فايلز اللي أول ما بتطلع قائمة المهرجان بيدخلوا يدوروا يشوفوا ده الفيلم ده في كان، أنا عايز أشوفه، الفيلم ده في برلين عايز أشوفه، والأفلام الجديدة يتخوفوا منها. الأمر هو العكس تماما مع الميديا الدولية، بمعنى ان انت لو حبيت تدعو وسائل الاعلام الكبرى، وده اللي كان بيحصل، عشان تغطي المهرجان، والله انت لو رحت مثلا تقول لفرايتي بعتوا لي ناقد يغطي مهرجان القاهره او الجونه او كذا، هيقول لك قول لي البرنامج بتاعك، لانك لو البرنامج بتاعك كله مشكل من افلام الجريده نشرت عنها بالفعل وكتبت عنها بالفعل في مهرجانات تانية، هيقول لك ما انا مفيش سبب ان انا ابعت لك ناقد، لان لو بعت لك ناقد مش هيلاقي حاجه يكتب عنها. فالافلام الورلد بريمير اللي هي بالنسبة لبعض الناس أصدقائنا بيشوفوا أنها مش جذابة بقدر الأفلام المقدرة دوليا، هي جذابة جدا للإعلام الدولي، وهي اللي بتخلي المهرجان يصنف دوليا كبقعة تعرض أفلام جديدة ويذهب إليها النقاد بحثا عن أعمال لم يروها من قبل. شوي سؤال كمان عن البرمجة، وهو ليه علاقة بعملية الاختيار نفسها للأفلام.
ايه اللي بتبص زي ما ايه اللي بتبص عليه في الافلام عموما كناقد او كمتفرج او كمشاهد متمرس؟ ايه هل عملية اختيار الافلام جوه المهرجان ليها معايير في طريقة معينة ما للاشياء حتى لو في دماغك، مش بالضرورة انه المهرجان يبقى مقررها، او ازاي بتقرر انه الفيلم ده ناجح للمهرجان؟ طبعا بيكونه مناسب للجمهور وهوية المهرجان، بس ايه الحاجات التانية اللي بتبص عليها؟ يعني ما اعتقدش في فروق جوهرية بين الامرين. انت في النهاية بتدور على فيلم جيد وملائم وفقا لفهمك للسينما اللي مش بيتغير في انك بتتفرج ولا بتكتب ولا بتحضر مهرجان ولا بتبرمج مهرجان، مع الوضع في الاعتبار بس يعني عدم مطاردة المستحيل، ان انت في النهاية المهرجان ده بيتم في سنة 2022 فبيعرض افلام 2022، فسقفك هو ما تنتجه السينما في 2022. مش لازم تقعد تستنى لغاية ما يجي لك جاد فادر، ولو قعدت تستنى لما يجي لك جاد فادر مش هتعمل برنامج المهرجان، ولازم تبقى فليكسبل مع فكرة انك مش كل اللي بتتمناه بتوصل له. في مهرجانات تانية منافسة، في مهرجانات بتعرض اكتر للافلام، في افلام بتقرر تعرض لحسابات سياسية او توزيعية في مهرجانات تخليها ما تنفعش طبقا للائحة تعرض في مهرجانك، فإنك بس تكون مفتوح منفتح للاختيارات وللتباديل والتوفيق، وإنك بتحاول تشكل برنامج ثري وبيحقق أهداف المهرجان وفقا للكروت المتاحة ليك. يعني مش هتخترع كروت من بره اللعبة. طيب انت كمان بتختار مشاريع في منصات مختلفة، منصات دعم مختلفة، واعتقد ان الموضوع بيشغل ناس كتير، من اعتقد انه من اكبر الطرق المتاحة للافلام خارج السوق التجاري، افلام مستقلة او البديلة، او ايه اللي بتبص عليه، ايه اللي بتبص عليه في المشروع وهو بيتم اختياره للمنصة؟ طبعا ده موضوع مهم وحيوي وفيه كتير من تفاصيله يجب ان تظل سرية، يعني وفقا للجهات اللي بنتعاون معاها، ومفهوم جدا انه حساس اكتر حتى من الكتابة على الافلام. اذا كانت الكتابة على الافلام عملية حساسة بتراعي فيها مشاعر الفيلم ميكرز واسهامهم، استثمارهم لوقت وجهد وفلوس وطاقة ومشاعر في الفيلم، وإذا كان ده متعلق بكلمات هتكتبها أو هتقولها عن الفيلم، فالموضوع بيبقى أصعب بكتير لما يتعلق بمصير الفيلم ومصير الفيلم ميكر عموما. فيلمه هيتم ولا مش هيتم، هيتنفذ ولا مش هيتنفذ، ولما كل ما المنصة كبرت وكل ما حجم الدعم كبر كل ما ازدادت المسؤولية الملقاة على عاتق المشاركين فيها، وكل ما ازدادت قاعدة الاختيار كمان، لأنه في بعض الأفلام الكبيرة والمخرجين الكبار اسما يعني بيترفعوا عن التقديم للمنح الأصغر، إما لأنهم سايبين حابين يسيبوا المساحة للمخرجين الأكثر شبابا يعني، أو لأنهم موفرين ميزانياتهم من جهات أخرى، أو لأنهم شايفين إنها مبالغ محدودة مش مستاهلة إن مخرج بحجمه يدخل في منافسة مع زملاء أغلبهم أصغر سنا وخبرة منهم. لكن كل لما حجم صندوق الدعم بيزيد كل ما بتتقدم عليه مواهب وأسماء أكبر، وكل ما بيبقى الاختيار أكثر صعوبة وأكثر مسؤولية على القائمين عليه. و طبعا المعايير الفنية واحدة، ولكن بيضاف إليها في حالة تقييم المشروعات عناصر أخرى. يعني بترتفع جدا هنا قيمة خبرة المخرج. إذا كنا بنتكلم عن مسيرة المخرج السابقة وأعماله السابقة كسياق بنفهم من خلالها الأفلام لما نيجي نحللها ونكتب عنها نقد، فمسيرة المخرج هنا عنصر حيوي جدا له علاقة بإنه أنت هتدي المخرج ده فلوس، هتدي له جزء من ميزانيته. فإذا كان مثلا هذا المخرج صنع فيلمين ثلاثة والنتائج دايما سيئة أو مش على المستوى المطلوب، فطبيعي إن أنت كجهة دعم تتشكك في إنك تمول فيلمه القادم. وإذا كان هذا المخرج تمكن مثلا من خلال ميزانية محدودة أو إنتاج مستقل لفيلمه الأول إنه يعمل فيلم متميز، فمن الطبيعي إنك تتحمس إنك تستثمر فيه وتديله قدر من أكبر من الميزانية في مشروع التالي وهكذا. فبالتالي جزء من عملية التقييم، أنت هنا لما بتشوف فيلم مثلا
من المفضل انك تكون شفت افلام المخرج السابقه، لو ما شفتهاش بتقرا عنها بتحاول تشوف بعضها، لكن في حاله انك بتقيم مشروعات اظن انه امر حتمي انك ترجع تتفرج على الاعمال السابقه للمخرج، او على الاقل اعمال المخرج ارفقها ضمن استمارة التقديم عشان تتعرف على مستواه او حتى تسترجع تفاصيل مستواه ده لو كنت انت شفت الافلام قبل كده. العنصر الثاني المهم هو العنصر المتعلق بالفيزيبيليتي او امكانيه تنفيذ المشروع. مثلا ممكن يجي لك مشروع بديع جدا بس ميزانيته 4 مليون دولار، طب ازاي المخرج والمنتج هيوفروا 4 مليون دولار لانتاج هذا المشروع؟ والله قد يكون عندهم خطه، لو الخطه دي جايه ان هو بالفعل مثلا وفر 2.5 مليون من جهات مختلفه، راح جاب ممول اوروبي ولا جاب جهه انتاج اوروبيه، فساعتها الموضوع يوضع في الاعتبار. لكن ماذا لو هو جاي لك انت كاول صندوق دعم يقدم ليه وهو ما عندوش شيء مضمون تاني وبيقول لك اديني 100,000 دولار عشان انا ان شاء الله هكمل الميزانيه ام 4 مليون دولار واعمل الفيلم؟ في الاغلب حتى لو ده هو اكتر مشروع ضمن المجموعه انت معجب بيه، صعب جدا تديله، لانه معناه انك في اغلب الاحوال هتكون بتهدر الميزانيه دي بدون ان تسفر عن شيء. واذا كنت معجب جدا بالمشروع ممكن توصي انه اوكي روح ابدا تمويل فيلمك، شوف مصادر تمويل اخرى وارجع لنا في الدوره الثانيه الدوره التاليه يعني بمشروع اكثر اكتمالا وخطه تمويل اكثر دقه، وساعتها ممكن تاخد التمويل. لكن ما فيش روشتة. وتاني هو الموضوع ليه علاقة بالعرض والطلب، بمعنى ان انا كنت في لجان تحكيم مشروعات دعم كنا في حالة حيرة شديدة، وكان مثلا مطلوب 10 مشروعات فائزين، انا بقول ارقام يعني تقديرية، 10 مشروعات فائزين وعندنا 30 مشروع متقدمين اغلبهم فظيع ويستحق الدعم، فبيبقى فيه يعني بتقطع جزء من جسمك وانت بتتنازل عن مشروع ورا التاني عشان في النهاية لازم توصل للحد المطلوب من الممولين. واحيانا بيبقى السنة دي مفيش مشروعات كويسة، فيدوبك هم العشرة الافضل هم اللي هيفوزوا بالجوائز، واحيانا بتبقى انت مقتنع بـ8 وبتشوف احسن 2 في الباقي وتزقهم من باب ان دعم الافلام دايما افضل دايما من رد الميزانيات. لكن هي عملية ممتعة جدا قبل كونها هي طبعا مسؤولية كبيرة، هي طبعا يعني تستلزم من المشاركين فيها دقة وإخلاص وتنزه عن أي حاجة حتى العلاقات. وهي بالمناسبة هي دي أكبر مأزق يعني أكتر تحدي بيخوضه الفيلم بروفيشنال، يعني سواء في برمجة الأفلام أو في صناديق الدعم، هو أنه يتخلص من عبء العلاقات الشخصية. مش من باب ان انت هتجامل صديقك، اكيد الناس كلها محترفين والناس كلها ما عندهاش الكلام ده، لكن انت لما تكون مؤمن بفيلم ميكر وعلى علاقه وثيقه بمسيرته وبافلامه، او على العكس لما تكون مش محب لنوع الافلام اللي بيعمله المخرج ده، او حتى ممكن يكون في ما بينك وبينه عداء شخصي، ده وارد يعني، كل السيناريوهات وارده. لكن المفروض ان لحظه التقييم الأشخاص المشاركين فيها بيتجردوا من ده كله وبيبقى المعيار هو الفيلم ده. وده ميزة دايما العمل الجماعي، إن مفيش شخص بياخد القرار ده مفرده، دايما بيكون لجنة، ودايما اللجنة دي بتكون مشكلة من عدد كبير من الأشخاص عشان ضمان النزاهة وضمان الحيادية وضمان إنه التشوش الإنساني اللي قد يحدث بشكل إيجابي أو سلبي ناحية مشروع بعينه أو صنع أفلام بعينه يروح وسط التقارير الجماعية. وهي تجربة ممتعة جدا، تجربة ممتعة جدا لأنك بتخليك منقرض في الصناعة، فاهم إيه اللي بيحصل، مش بس عارف إيه الأفلام اللي تعرضت، ولكن لأ أنت متابع إيه اللي بيتصور وإيه اللي هيتصور في الفترة الجاية. فيعني برضو من الحاجات اللي الواحد بيحس إنه عنده فيها privilege أو امتياز يعني إنه قادر يطلع على ده. طب الانخراط في الصناعة ده، افتكر ان انت كنت كتبت من قريب حاجة دي علاقة بالاتحاد الدولي للنقاد، وانه زمان ما كانش ممدوح او محبذ فكرة انه يتم استخدام انه الناقد يبقى بيشارك في الصناعة سواء بدور جوه الفيلم او بادوار في المهرجانات، وانه مع الزمن ده اتفك شوية او اتغير شوية. شايف الموضوع ازاي يعني؟ شايف عشان في ناس بتحس انه هو سؤال مرتبط بعالم النقد اعتقد اكتر، لانه جوه صناعة السينما محدش هيحاسب حد يعني على يعني
مختلف حاجات، بس في النقاد دايما فكرة الاشتباك دايما مع حاجات ليها معارف شخصية، قريت المشروع كنت متحمس ليه في لجنة التحكيم وبعدين كتبت عنه كناقد، بتشوف ازاي الاشتباك ده. طيب هو خلينا نتكلم عن شقين، شق ليه علاقة بالواقع والأرقام، وشق ليه علاقة برأيي الشخصي في الموضوع. اللي ليه علاقة بالوقائع اللي أنت قلته، وهو إنه الاتحاد الدولي من تأسيسه هو بيقول إن المفروض النقاد يكونوا منعزلين عن الفيلم اندستري، بمعنى إنه ما ينفعش مثلا تكون منتج لفيلم وفي نفس الوقت تشارك في تحكيمه بالمنطق يعني وبالبديهة، ما ينفعش. وكان الاتحاد زمان عنده ايام بقى في عز وسائل الاعلام، لما كان حد بيشتغل ناقد وبيتقاضى اجره من النقد، كان الاتحاد في بريسي يعني اقصد الاتحاد الدولي للنقاد اجريسيف جدا ناحية عمل اي ناقد في الصناعة. ده بدأ يتفكك تدريجيا من حوالي 6 أو 7 سنين، اتعمل سيرفي ضخم ما بين أعضاء الاتحاد حوالين العالم، عملته ناقدة بولندية باربرا هولاندر اللي كانت وقتها نائب رئيس نفس المنصب اللي أنا بشغله حاليا، عشان تسأل النقاد أنتوا بتكسبوا منين؟ بتاكلوا عيشكوا إزاي؟ هل النقد هو مصدر دخلكم الرئيسي؟ طب كذا. فاكتشفنا في الاتحاد أنه قرابة 70% من ممارسي مهنة النقد وقتها، اللي أنا بتكلم مثلا من 2014 2015، النقد هو مش مصدر رزقهم الرئيسي، وان كتير منهم بيكسب اما من العمل في الاكاديميه، في كتير من النقاد بيدرسوا في جامعات وفي معاهد، او من العمل في مهرجانات انهم بيشتغلوا مبرمجين، او بعضهم بيشتغل كخبراء لمركز الفيلم الوطني لصناديق دعم وهكذا. والحقيقه انه السنه دي في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي اللي اتعملت في المجر في شهر 8 اللي فات 9 9، كان الكلام ما بين الحاضرين اللي كانوا تقريبا حاجة و30 شخص من حاجة و30 دولة بشكل منفتح وواضح ان اغلب الناس دي مصدر رزقها الرئيسي مش الكتابة النقدية، كلهم بيكتبوا، كلهم عندهم دخل، اللهم الا 3 4 نقاد كبار في السن عمرهم فوق ال70 لسه مثلا بيشتغل في مقدونيا ولا بيشتغل في دولة لسه عندها بعض الصحف القديمة المحتفظة بنسقها الكلاسيكي واللي بتدفع دخل ملائم للناقد وتساعده انه يسافر يحضر المهرجانات في كان وفي برلين وفي فينيس. فكل الناس دلوقتي بقت متصالحه مع فكره انه خلاص حقائق العالم وشكل الصناعه دي بيقول انه يجب ان نتفهم حاجه النقاد في العمل. وده ياخدنا للنقطه الثانيه بقى، وهي مشكلتي الشخصيه اللي مع الناراتيف بتاع ان الناقد يجب الا يعمل بشكل او من الاشكال جوه الصناعه، والا ده يهدد نزاهته ويشكك في آراء كمان أكثر. انا اسف اني بقطعك، بس في اراء كمان اكثر يعني تطرفا بتقول انه يجب ان لا يختلط بالفيلم ميكر او طيب بصف. انا خليني اقول ان الاراء دي فيها مشكلتين منهجيتين. المشكله الاولى هي مشكله فلسفيه، ان هي مفترضه ان الناقد ده كائن نوراني لا يأكل لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يسكن ولا يلبس ملابس، فيجب أن يعيش من شرف المهنة ويجب أن يعيش من المردود الأدبي اللي بيجيله من نزاهته ومن عدم اختلاطه بالصناعة. الناس لازم تأكل وتشرب وتصرف على نفسها، يعني فكرة أن أنت هات لي شخص واحد في المنطقة العربية كلها ممكن يعيش فقط من الكتابة النقدية دون أن يمارس أعمال أخرى، فدي مشكلة يعني فلسفية بالأساس. المشكلة التانية وهي مشكلة منهجية بقى، وهي انه الاشخاص اللي بيقولوا كده ما عندهمش مشكلة انك تشتغل في بنك بس تكون بتكتب نقد، وما عندهمش مشكلة انك تشتغل طبيب بس تكون بتكتب نقد، وما عندهمش مشكلة انك تشتغل في مصلحة حكومية بس تكون تكتب نقد. فهم في خضم دفاعهم عن مهنة النقد هم بينفوا كونها مهنة بالاساس، هم بيدفعوها دفعا انها تكون هواية، ان انت تكسب رزقك من عمل اخر وبعدين في وقت فراغك تمارس النقد. الحقيقه ان انا مش مقتنع بكده خالص. الحقيقه ان انا شايف ان احتكاك النقاد وانخراطهم في صناعه السينما هو امر حدث من بدايه السينما، وبشكل اوضح من اهم موجه في تاريخ السينما المعاصره، وهي موجه جديده النوفال فاك في فرنسا، لما النقاد قرروا يتصدوا لتغيير الواقع السينمائي وفرض رؤيتهم وجهه نظرهم وعمل افلام على طريقتهم، اللي هي بعد كده فتحت الباب لسينما المؤلف في كل حته في العالم.
وانه العلاقة الثقة والاطمئنان لنزاهة الناقد هي مصدر رزقه بالأساس. بمعنى انه لو الناس شاكين في نزاهتك مش هياخدوك بالأساس تقيم مشروعات بتتكلف ملايين. يعني هو الناس بتبص للزاوية التانية من الموضوع وبيقولوا انت عشان بتشتغل مع كذا ده معناه ان انت نزاهتك مطعوم فيها. طب ما هو الحقيقة ان انت لو مش نزيه مفيش حد حابب يدفع فلوس مجانا. مفيش، هي مش جمعية خيرية، هو الاشخاص بيرغبوا في الاستفادة بخبرتك عشان تختار مشروعات افضل، عشان تشوف ايه الافلام اللي تستحق التمويل، عشان تشوف ايه الافلام اللي تستحق العرض في المهرجانات. فلو انعدمت الثقة هم مش هياخدوك والجمهور مش هيقرأ لك وبالبطيء هتموت. يعني لو حد خلاص تحول لانه ماكينة دعائية بيروح يشتغل مع صندوق الدعم الفلاني، فكل الافلام اللي مولها صندوق الدعم الفلاني يطلع يقول عليها مدائح ويقول الله دي اعظم انتاجات في الدنيا، مرة ورا التانية ورا التالتة وسنة ورا التانية ورا التالتة هيفقد مصداقيته، واما هيتحول لخبير فقط ويتوقف عن الكتابة او هيفقد مكانه في الاثنين. فيعني انا محامي ومدافع عن حق النقاد في انهم يشتغلوا في اي حاجة، وانه المحصلة هي واحدة، وان المعيار هو النزاهة وهو الصدق وهو قدرة القارئ سواء كان من الجمهور او من صناع الافلام او من اي حد تصادف انه يقرا او يستمع للي بيقوله الشخص عن افلام، قدرته على التمييز. واظن انه اي شخص عنده عقل هيعرف يميز بوضوح هل الراي ده هو راي مخلص ومنطلق من تفاعل حقيقي مع الافلام ايجابا او سلبا، ولا هو دعايه. الدعايه واضحه، يعني اي حد عنده عقل بيعرف يفهم الدعايه. نفس السؤال، بما ان احنا يعني شايف ان هو حاجة لطيفة اننا بقى شفنا زي نفس الشخص بينظر للأفلام من ثلاثة كمل ده، واظنها مرتبطة انه اللي انا بقوله ده مش معناه انك تكتب نقد عن افلامك المباشرة. بمعنى انت شاركت في كتابة سيناريو او في تطوير سيناريو او في عمل بشكل او باخر بيحمل اسمك بصورة مباشرة او غير مباشرة، طبيعي مش منطقي انك تكتب عنه. وان كان عندنا سوابق، يعني مثلا الأستاذ سمير فريد اشتغل مع حسين القلة كمنتج وكان مشرف بيختار المشروعات اللي بتطلعها الشركة، وكتب مرة واثنين عن الطوق والأسورة، بل ان غلاف كتاب الواقعية الجديدة في السينما المصرية اللي هو مؤسس لهذا المصطلح كان عليه صورة من الطوق والأسورة اللي مقال سمير فريد عنه منشور جوه الكتاب، واللي هو كان جوه الشركة المنتجة ليه، واللي هو دافع عن ده وقال انا عملت في الشركة اللي كنت هعمله براها وارائي في الشركه هي ارائي براها، وانا الفيلم ده كنت معجب بيه ودعمه سواء كنت جزء من الشركه او مش شركه كنت هدعمه لاني مؤمن بخيري بشره ومشروع. هو ده الموضوع. لكن انا بقول انه يعني المفروض، واظن مفيش حد بيعمل كده، انه يكون مساهم بشكل مباشر في مشروع ويطلع يكتب عنه او يكتب عن منافسيه. لكن ان انت خبير بتختار مشروعات انها تنال تمويل من مهرجان ما او من جهة دعم ما، او انت بتختار افلام للمشاركة في مهرجان ما وده يخلي ما بينك علاقة انك ما تتكلمش عن افلام، ولا ان الفيلم عشان اخترته يتعرض في مهرجان مالمو مثلا فاصبح كل ما اتكلم عنه يبقى مفروض ما اتكلمش عنه لان انا كده بدافع عن الفيلم اللي اختاره مهرجاني، ده طبعا رأي متهافت جدا. نرجع هنا لعملية السيناريو، حابب ان احنا ان انت برضو تقول لي ايه البرسبكتيف اللي انت بتبص عليه هنا انت كمطور للسيناريو. اعتقد ان هو انه الشغلانة في العالم العربي مش شغلانة منتشرة جدا، يعني عدد العاملين بيها مش كتير، او كانت بتحصل تحت مسميات اخرى في الصناعة التجارية، وفي السنوات الاخيرة ابتدى الموضوع يتطور اكتر واكتر. فانت هنا انت بتبقى ستيك هولدر، يعني سواء بتشتغل مع شركة كقارئ او كمشرف سيناريو او كمطور سيناريو، وسواء شغلك الحالي في منصة بتختار اعمال هيتم انتاجها. فنظرتك هنا بتختلف ازاي عن النظرتين اللي فاتوا، او بتتقاطع معهم ازاي؟ انا ما اعتقدش انت ابدا بتبقى ستيك هولدر، انت دايما بتبقى كونسلتنت. يعني في النهاية هي قاعدة كده أنا تعلمتها في لما روحت درست كلية إعلام، كان قالها كان بيدينا مادة علاقات عامة دكتور راحل عاطف العبد، يعني كان من الكلمات القليلة اللي تسمعها في محاضرة وتعلق في ذهنك هو كان في
فيما أذكر المستشار الإعلامي للسلطان قابوس في عمان، وهو قال إنه اليوم ما راح اشتغل في السلطنة قال قاعدتين رئيسيتين هما دستور العمل كمستشار في أي حاجة، مستشار إعلامي، مستشار سياسي، مستشار سيناريو، أي شيء، وهو أن المستشار يستشار أو لا يستشار، يؤخذ برأيه أو لا يؤخذ برأيه، بمعنى أن أنا منتج أو مخرج أو شركة أو صاحب فيلم، والله ممكن بتعامل مع محمد طارق كمستشار للسيناريو، ممكن أروح لمحمد طارق أعرض عليه المشروع ده وأخد رأيه فيه، وممكن أقرر المشروع ده بالذات أنا مش عايز أعرضه عليه، أنا هعمله بشكل مباشر، وممكن بعد ما محمد طارق يقول لي رأيه أخد برأيه، أو أقرر أنه لا الرأي ده مش ملائم، أنا هعمل النسخة التانية وأشتغل بيه. وفي الحالتين مش من حق المستشار يعترض، لأن هو مستشار، يستشار أو لا يستشار، يؤخذ برأيه أو لا يؤخذ برأيه. إيه اللي من حقه يدافع عنه؟ هو حريته، هو إن أنا أبدا مش هيبقى الفيلم مش عاجبني وأقول عاجبني، أو هيبقى عاجبني وأقول مش عاجبني، أنا هبدي رأيي، هعبر عن اللي أنا حاسس بيه، هدي المشروع كل تركيزي وكل طاقتي وكل خبرتي، وأقول ده في صورة التقرير اللي بيكتب مكتوب أو بيتقال شفويا أو أيا كان. وفي النهاية القرار قرارك أنت، ممكن صاحب الشركة يكون عنده تصورات لها علاقة بالميزانية، تصورات لها علاقة بالتوزيع، تصورات لها علاقة بأي حاجة أنا ما أعرفهاش. فهو أنا عشان كده أنا بقولش أنا عمري ما تعاملت مع أي حاجة اشتغلت عليها باعتباري ستيك هولدر، أنا مستشار تم الاستعانة بي لإبداء رأيي في هذا النص أو في هذا المشروع، قلت رأيي زي ما تراءى لي وقت ما قريت النص او ما اتفرجت على الفيلم، وفي النهايه ده لا يلزم الاخرين باي شيء. طب وانت بتختار، هل في لحظات انت بتقول انا مثلا مش هشتغل على ابداء رايي في هذا الفيلم؟ يعني هل بيبقى عندك برضو افلام انت شايف انه انا مش ما عنديش راي او ما عنديش ما اكونه؟ والله حسب الشكل التعاقدي، بمعنى ان انت اذا كنت صديقك بياخد رأيك ينفع تقول له رأيك، وينفع تقول له ما عنديش رأي، ينفع تقول له اتحفظ، ينفع تقول كل حاجة. لكن لو في بينك وبين جهة تعاقد انت بموجبه بتبدي رأيك في الأعمال اللي بتتعرض عليك في الفترة الفلانية، فترة التعاقد في النهاية في العقد شريعة المتعاقدين يعني، فانت بتلتزم بده. ودي بقى الحاجة التانية اللي انا هنرجع لفكرة البريزيستنس وفكرة تحويل الشغف لمهنة، انه لا تنتظر ان كل المشروعات اللي تعرض عليك وتبدي فيها رايك تكون على هواك، ولا تنتظر حتى ان نصها يبقى على هواك ولا ان ربعها يبقى على هواك. يا طبيعه الصناعه ان الغالبيه العظمى من الاعمال اللي بتعرض عليك واللي بتبدي فيك تبدي فيها رايك مش بتبقى النوع اللي انت بتحبه او تفضله، ولكن انت بتعمل شغلك بتجرد وبتحاول تسهم في تحسين المستوى النص اللي جالك. طب دلوقتي برضو كونك انت جزء من منصة وفي جدل داير حوالين فكرة المنصات، طبعا مع كورونا حصل ان المنصات تضخمت وصناعتها بومد يعني، وشوية شوية ناس كتير عندها كونسيرنز مختلفة ما بين بقى، يعني ناس شايفة ان هي ممكن تقتل دار العرض الرئيسية، واللي هو في ارقام بتقول برضو انه دور عرض السينما على الاقل هتتناقص امام فكرة المنصات، وفي برضو حاجات يمكن انا في رأيي برضو المنصات مثلا بتدي حرية اكبر في المساحة الرقابية مثلا، او بتدي مساحة لأعمال ما كانتش هتنتج بشكل تقليدي خالص ولا تتعرض في السينما. يعني شايف الديبيت ده ازاي؟ هو تاني هيرجعنا ده لفكرة اللي كنا بنتكلم عليه في تأثير النقد، وفي ازاي المقال بيحرك الجمهور، وازاي الجمهور كلمة الناقد بتساعده في اتخاذ قرار. هو كل ده هو عالم كله متواصل ببعضه ومرتبط ببعضه، وسائل الإعلام زي التلفزيون زي السينما زي منصات العرض زي كل حاجة، هي طبيعة عصر، طبيعة عصر شئنا أم أبينا بياخد طريق خطوات سريعة ناحية التفكيك، ناحية الفردانية، ناحية التعرض المنفرد، ان كل شخص بتبقى خبرته في الحياة كرافتد جدا لرغباته هو. انا زمان لما كنت ساكن في نفس البيت مع اخويا بنتفرج على نفس التلفزيون، بنقرأ نفس الجورنال، بنسمع نفس الموسيقى، بنشوف نفس الخبرات. حاليا ممكن يبقوا اخين عايشين في نفس الأوضة، بس كل واحد فيهم بيتعرض لحياة مختلفة تماما تيلرد على رغباته واختياراته، في مين اللي عنده على السوشيال ميديا، المزيكا اللي بتطلع له، حتى
نفس الاشتراك على المنصة بيخلي بروفايلز مختلفة، كل بروفايل بيرشح للمشاهدة حاجات مختلفة تماما عن الآخر. المنصات عملت حراك كبير في العالم، غيرت حاجات كتير، والحراك ده كان بادئ قبل الكورونا، يعني قبل الكورونا بالفعل في الأرقام اللي كانت طرحت في سنة 2019 قبل سنة الكورونا كان في انخفاض واضح في عدد الموفي جوورز، يعني صناعة السينما في أمريكا الشمالية كانت بتجيب إيرادات أكبر من شباك التذاكر كجروس كرقم، ولكن الرقم ده بيجي من عدد مستخدمين أقل، عدد اللي بيروحوا للسينما بانتظام مرة في الشهر على الأقل اللي هم بيسموهم موفي جوورز بالتعريف بيقل كل سنة عن التانية، ودي كانت عجلة بتتحرك بالفعل، وجاء الكوفيد مع استخدام المفرط للمنصات عشان يسرعها ويخليها تقطع يمكن 10 سنين في سنة، لكن هي العجلة حصلة شئنا أم أبينا. والتغير التقني كونه بيأثر على تغير تجربة التلقي ده حصل تاريخيا في كل مرحلة من مراحل السينما، السينما الصامتة للمتكلمة، السينما الملونة الأبيض والأسود، التلفزيون واقتطاعه من السينما، ثم الفيديو واقتطاعه من السينما ومن التلفزيون وهكذا. الأكيد أن أعداد اللي بيروحوا السينما بتقل في كل مكان في العالم، وبيتحولوا لأن تجربة الذهاب للسينما هي تجربة لمشاهدة أفلام بعينها، هي الأفلام اللي المشاهدة في المنزل مش بتحقق نفس الاستمتاع، الأفلام الضخمة اللي فيها مؤثرات اللي فيها حاجات إكسترافاجانزا يعني، في حين أن عدد اللي بيروحوا للأفلام الأصغر الإنسانية، الأفلام اللي شكلت حبنا للسينما شئنا أم أبينا بيقل في العالم كله، وحتى حجم إنتاج الأفلام دي بيقل في العالم كمان. يعني أنت ما ترجع مثلا اللي كان بيطرح في السينمات في الثمانينات والتسعينات وقت طفولتي هتلاقي دلوقتي لا، السينما فيها تدهور واضح وتناقص واضح في عدد النوع ده من الأفلام حتى في هوليوود. لكن الميزة في الناحية التانية إن النوع ده بالذات من الأفلام بدأ يلاقي له مساحة على المنصات، إما في صورة أفلام إن كل المخرجين الكبار، إحنا بنتكلم على سكورسيزي على إيناريتو على فونسو كوران، كل المخرجين الكبار لقوا مساحة في المنصات الرقمية إنها تمول أفلام ما عادتش مطلوبة في المينستريم إندستري، وإنه حتى المسلسلات التلفزيونية اللي هي كانت بالتعريف في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وحتى في بداية الألفية مواد من الدرجة الثانية والثالثة لا يقدم عليها إلا المخرجين والممثلين اللي فاتتهم عجلة السينما، الجمهور ما بيروحش يدفع لهم تذكرة من جيبه فهم بيجوا يزوروا الجمهور في التلفزيون بالغصب، ده تفكك تماما وأصبح الدراما الابيسودك، يعني دراما الحلقات، يعني ما عادتش تلفزيونية عشان نقول عليها دراما تلفزيونية، بس الابيسودك دراما تحولت لوسيط قوي جدا جريء جدا بيطرح أفكار واستمالات وموضوعات وحتى تناول بصري أجرأ من أغلب الأفلام السينمائية. والأعمال لو يعني لو رجعنا لآخر 5 سنين وشفنا الأعمال اللي عملت فوارق حقيقية وغيرت حاجة وخدت قطعت بصناعة الدراما خطوات لقدام، هنلاقي 3 من كل 5 مسلسلات مش أفلام، فدي برضو حقيقة لازم نتفاعل معها. ولو حد دلوقتي بيبص على أي يعني مجلة أو جورنان أو موقع ليه علاقة بالإنترتينمنت هيقدر هيلمس ده، أنت افتح فرايتي شوف حجم المقالات والموضوعات المكتوبة عن المسلسلات، لو رجعت الأرشيف فرايتي وشفت قبل 20 سنة هتلاقي الموضوع مختلف تماما. طيب يعني حابب أختم بسؤال ليه علاقة بصناعة السينما المصرية، شايف إيه اللي بينقص صناعة السينما المصرية في الوقت الحالي، و لو في ايدك تغير شيء في الصناعة هيكون ايه؟ الصناعة ينقصها شيئين شكليين وشيء ليه علاقة بالجوهر. الشيئين الشكليين اولا صندوق الدعم الوطني، انه كل ما تقابل في اي حد في اي حتة في الدنيا بيتندهش جدا ان دولة زي مصر بتاريخها بالسينما العريقة ما عندهاش صندوق دعم وطني بيدعم أفلام سنويا الفنية زي ما كل دول العالم، زي ما تونس عندها، زي ما المغرب عندها، زي ما دول فقيرة في شرق أوروبا رومانيا وصربيا والدول حتى الأفقر والمجر عندها صندوق دعم وطني لدعم الأفلام، فلا يليق بتاريخ السينما المصرية
وبكل الميزانيات اللي بتنفقها المؤسسات الثقافية في الأغلب على رواتب موظفين، إن ما يكونش جزء منها مخصص لدعم الأفلام المغايرة. ينقصها كمان على المستوى الشكلي ارتفاع لسقف الحرية الرقابية، وأقصد بالحرية الرقابية الحرية الرقابية الرسمية والحرية الرقابية المجتمعية، إنه الأجهزة الرقابية تسمح بحاجات ينفع يمكن كان بيسمح بيها قبل 10 و15 سنة و20 سنة، ودلوقتي أصبح في حساسية مفرطة منها، وإن الناس كمان يبقوا أقل حساسية، لأنه حصل كتير في السنوات الأخيرة إن أعمال تكون مجازة رقابيا، فجأة يطلع لك ناس يقول لك إزاي هذا العمل يسيء لسمعة مصر، وهذا العمل يهدم قيم الأسرة المصرية وغيرها من الكليشيهات المعتادة السخيفة. فدول الأمرين الشكليين. أما الأمر اللي علاقة بالمضمون في الصناعة، فهو إن الصناعة في مصر دلوقتي بتفتقد جدا، زي ما قلنا على أمريكا، الأفلام المتوسطة. الصناعة في مصر بتتحول تدريجيا أو حتى تحولت لنوعين متوازيين من الإنتاج، في أفلام بلوك باستر ضخمة جدا، أفلام اللي بطولة 5 6 من النجوم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، محمد رمضان، أحمد السقا، أيا كانت الأسماء اللي بتمول بشكل مفرط، واللي دايما ليها مقاربات مش بعيدة عن بعض هوليودية، واللي هي بتتعامل بميزانية ضخمة جدا، وأتوقع أنها تجيب 150 مليون 100 مليون وتتباع في كل المنطقة العربية وتحقق إيرادات كبيرة لصناعها، أو أفلام الأرت هاوس أو المغيرة أو المستقلة اللي صناعها بيكافحوا وبيعانوا وبيضيعوا 3 4 سنين من عمرهم عشان يلاقوا ميزانية كافية لإنتاج فيلم صغير بدون نجوم، واللي هم كمان بدورهم أصبحوا مع الوقت عندهم مأزق كبير، وهو أن الأفلام دي كل التمويل اللي بيجيلها مش راغب في الاستعادة، فبالتالي بوصلة الجمهور مش عنصر ضمن المعادلة، كل اللي دوك فلوس ادوها لك كمنح ثقافية ومش مستنين فيلمك هيجيب ايه في لما يعرض للجمهور. فواحدة واحدة بدأت الأفلام تبقى مش فارق معاها يشوفها جمهورها المحلي ولا، وده وضع كارثي جدا، ان انت بتعمل فيلم يقدر في كل حتة في الدنيا، بس هو لو شافوا 10 من جمهورك المحلي اللي الفيلم بيتكلم عنهم 9 منهم مش هيحبوا الفيلم او مش هيفهموه حتى. فده وضع ما اظنش موجود في اي حتة في الدنيا غير في منطقتنا العربية عموما. تاريخ السينما المصرية واللي خلى السينما دي تتعمل وتتحول لصناعة كبيرة وتستمر هي الافلام اللي في النص، هي الافلام اللي مش بتتعمل بملايين ضخمة ومش بتكسر الدنيا، وفي نفس الوقت هي مش افلام عميقة تأملية صعبة الفهم، هي أفلام بسيطة بتناقش حكايات اجتماعية وسياسية وثقافية وأسرية ودراما ورومانس وأكشن وكوميدي، بس فيها حد كبير من الجودة بيصنعها نجوم محبوبين مش ممثلين مغمورين أو هواة، الجمهور بيقبل عليها بقدر يكفل ليها إنها تحقق لصناعها هامش من الربح، مش بتكسر الدنيا، مش بتحقق لهم ثروات، ولكن بتخلي العجله مستمره وبتخلي المخرج يعمل 20 و25 فيلم في حياته، مش بس يعمل فيلمين 3 طول حياته، وتخلي ممثل يبقى طول الوقت بيشتغل مش بيعمل دور من رمضان لرمضان. ولازم الناس تفكر في ده، هو دي الحاله الوحيده اللي تضمن استمراريه الصناعه، واللي من غيرها هنفضل طول الوقت واقفين في النقطه بتاعه ان في افلام، في 5 افلام في السنه بيجيبوا 100 مليون وباقي الافلام ما حدش يسمع عنها، بقى الافلام بتشرب بس يعني سلولي للمهرجانات، ما حدش يسمع عنها غيرنا غير احنا واصحابنا. شكرا جدا على كل الكلام، ويعني سعيد جدا باستضافتك ان انت جيت النهارده. شكرا جدا. شكرا يا طارق، واتمنى الحوار يكون مفيد يعني، وما نكونش تقال على قلوب الناس.